بس بعد الفيديو يا أستاذة. أهلا إنصاف، كيف الحال؟ أهلا أستاذ فتحي، كيفك؟ كيف حالك؟ الحمد لله رب العالمين، كيف أنت هذا المساء؟ والله الحمد لله بوجودك. إن شاء الله بالتوفيق. الله يخليك، شكرا. مرحبا أخت إنساف. أهلا حياة، كيف حالك حبيبتي؟ الحمد لله الحمد لله، منورة. الله يخليكي. بعضا مما أوتيتم يا حياة. عايشك بالتوفيق إن شاء الله. شكرا. أستاذة شوقية، أبدأ ظاهر الشاشة عندكم؟ أيوه أستاذة، أبدأ ولا شو؟ أستاذة شوقية، شوي شوي يا أستاذة. تمام. أهلين أستاذة خولة، كيفك؟ الحمد لله تمام أستاذتنا، نورتينا، أهلا وسهلا. الله يخليكي. حياة، كيف الحال؟ الحمد لله الحمد لله. لاباس خويا فتحي؟ والله الحمد لله، نسألو على الأحباب في كل مكان، الحمد لله رب العالمين. يعيشك إن شاء الله. ما كانت مشارك الشاشة؟ ما كانت مشارك الشاشة يا أستاذة خولة؟ أستاذة خولة؟ أستاذ شوقية، الشاشة هلأ أنا مشاركها، مش مبينة عندك؟ أنت مشاركتيها، بس أنا الآن قبل لحظات كنت مشاركة الفيديو، كنتوا شايفينه؟ طبعاً، ولا لما طيب، تفضل. يلا تفضلي، يلا تفضلي، ابدأي. بسم الله، بالتوفيق يا جماعة. يا رب يا رب، أهلا وسهلا فيكم، حياكم الله. أهلين جازية الغالية، كيفك حبيبتي؟ بالتوفيق يا صوفة، بالتوفيق يا رب. أهلا أستاذة جازية، أين توأم الجازية؟ أهلا بك، حياك الله حبيبتي. أستاذة نجوى أيضا. أستاذة نعم. أستاذة خولة تفضلي. بسم الله. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا في البداية نرحب بضيوفنا الكرام كلا حسب اسمه ولقبه وصفته، فنحن فعلا سعداء جدا بتواجدكم معنا في لقاء هذا اليوم. فبأجمل باقات الورد واليسامين نستقبلكم، وأجمل عبارات الترحيب نهديكم، انطلاقا وإيمانا منا بأن العطاء لا يشترط أن يكون ماديا، أو العطاء طاقة، كلمة، ابتسامة، أمل، أعطي فقط وسيعود ذلك بصور مختلفة. نتمنى لكم قضاء ووقت ممتع بإذن الله تعالى، وفي انتظار مشاركتكم وتفاعلكم معنا. والآن اسمحوا لي بأن نقدم طبعا قائدتان تربويتان. راح الصوت يا أستاذة خولة، راح الصوت. أستاذة خولة، معك معك تمام، تفضلي. طبعا نعم. والآن طبعا اسمح لي أن نقدم قائدتان تربويتان في المؤسسة التعليمية، هما يتمتعان بالشخصية القوية والإبداع والتميز في العطاء، صاحبتا الذوق في التعامل والحس الفني والقلب الطيب. عنوانهم العطاء بلا حدود والتميز أينما كانوا، فهما يبذلا قصارى جهدهما في سبيل تطور التعليم الرقمي. شكرا جزيلا لكم على عطائكم الدائم ونجاحكم المتميز. والآن اسمحوا لي بأن نقدم طبعا القائدة الأولى، الأستاذة شوقية حواورة. ليت نعرف كل حد بالدولة تبعي.
راح الصوت كمان مرة يا أستاذة خبر. دقيقة دقيقة أستاذة خبر. أي الآن أستاذة خولة راح تعرفك من أي دولة. نعم. صبرك بالبس. أستاذة بستنى ال بعتذر دقيقة بس دقيقة. آسفة أستاذة شوقية، الشرائح ما رضيت تنتقل معي، بعتذر آسفة كتير، ما بعرف ليه يعني الشرائح ما رضيت شو اسمه، بعتذر. طيب أنا بشاركهن من عندي، بشاركهن من عندي. لا شاركت الشاشة. طيب هلا الآن شاركت. طيب تفضلي بلا الآن تفضلي. أنا آسفة ست شوقية ما آسفة كثير. طيب المهم إنه إحنا إن شاء الله نعم رح بإذن الله تعالى نقدم قائدتنا، طبعا قائدة فريق نحن المبادرين نحو القمة، الأستاذة شوقية حواورة من فلسطين، ماجستير أساليب تدريس لغة إنجليزية، من أهم إنجازاتها فائزة بجائزة المدرسة الدولية، حاصلة على المركز الثاني في جائزة الرئيس للإبداع والتميز، هي عضو وقائد وسفير ومعلم للعديد من المنصات الرقمية، سفيرة لبنسي ولمجتمع التعليم وسفيرة العقول الذكية، وكذلك سفيرة للمجد من جمعية المترجمين العرب، عضو في مجلة قها العلمية الأسبوعية، ونجمة إعلامية في مجلة أرض. طبعا هي أيضا كمان ترشحت لمعلم العالم عام 2021 و2022، وكذلك ترشحت لمعلم فلسطين، وأيضا كمان ترشحت لجائزة فاركي وجائزة التعاون، وهي من ضمن الفائزين بجائزة أفضل معلم 100 من معلمي متميزين. هي مدربة معتمدة وخبيرة مايكروسوفت العالمية، شاركت في العديد من المسابقات من أهمها إلهام فلسطين. أيضا أستاذتنا الأستاذة شوقية هي كمان حاصلة على شهادة تميز أكاديمي من جمعية المترجمين العرب، هي كذلك كما ذكرنا هي مؤسس فريق نحن المبادرون نحو القمة، وأيضا هي رئيسة جمعية معلمي اللغة الإنجليزية العرب، حاصلة على شهادة المعلم المبدع، وكذلك ترشحت لجائزة المرأة العالمية المبدعة، وهي متحدثة رسمية في مؤتمرات محلية وعالمية، وكذلك هي معلم من كرافت المعتمد، كذلك هي أيضا سفيرة فلسطين لمبادرة العقول المفكرة، وهي أيضا سفيرة وممثلة فلسطين في المشروع الأخضر العالمي للمحافظة على البيئة مع أكثر من 30 دولة، وكذلك هي سفيرة المبادرة العالمية جواز سفر ثقافي عالمي كممثلة لفلسطين. أيضا هي حاصلة على وسام المعلم المبدع من مصر، وهي عضو في أكاديمية التدريب العالمي، وكذلك هي معلم معتمد من كلاس بوند، وكذلك هي قاضية لتحكيم جائزة المرأة العالمية المبدعة لعام 2021-2022، وأيضا هي منسقة في أكاديمية برايم ومعلم نيربود المعتمد. ما شاء الله يا أستاذة، بارك الله فيك وبعلمك ودمتي لنا. الله يبارك عليك يا رب، شكرا لك، شكرا لك يا حبيبتي، شكرا على التقديم الحلو مثل قلبك، شكرا، بارك الله بك. والآن ننتقل إلى القائدة الأخرى، وهي أيضا كمان قائدة مميزة، وهي مقدمة لقاء هذا اليوم، وطبعا هي من تونس الحبيبة ومن تونس الخضراء، المدربة الدولية وخبيرة مايكروسوفت العالمية أنصاف بن راشد. فأستاذة أنصاف هي أستاذ أول متحصلة على الدراسات المعقدة في المالية والتجارة الدولية، هي خبيرة معتمدة لدى مايكروسوفت، هي قائدة ويكلين، وهي مدربة للعديد من الفرق التدريبية الفلسطينية، منها فريق
ITEBB للتدريب والتطوير الفلسطيني، وهي أيضا مدربة معتمدة في فريق نحن المبادرون نحو القمة، وأيضا كمان مدربة معتمدة في فلسطين في مجتمع فلسطين التعليمي، طبعا أتشرف بها. وهي أيضا مدربة تنمية بشرية في مهارة التفوق الدراسية، تقوية التركيز وتحفيز الذاكرة، البرمجة اللغوية العالمية ومهارات التواصل. أستاذتنا أستاذة أنصاف أيضا هي عضو مجتمع فليب جريد، وتحصل على شهادة الجودة التونسية للمشروع أوتينيك، وإن شاء الله أكون لفظتها صح، متحصل على شهادة الجودة الأوروبية للمشروع أيضا كمان أوتينيك، لابد من التفسير من الكلمة أستاذة أنصاف. أوتوينينج أوتوينينج حاولا أوتوينينج. أهلا بك. هلا أستاذة هادية. أيضا هي سفير ومنسق جهوي وعضو الدعم اللوجستي ومدرب مؤثر في الأسبوع العربي للبرمجة. والله نورتينا أستاذة وشرفتينا وما شاء الله عليك. كان معكم طبعا في تقديم لقاء اليوم الأستاذ خولة مريش من فلسطين، طبعا مؤسس فريق مجتمع فلسطين. شكرا لكم على جميل انتماهكم. والآن طبعا مع أستاذتنا المبدع ومقدمة اللقاء الأستاذة أنصاف بن راشد، وبعتذر على الخلل اللي صار. ما شاء الله عليك يا شوقية ويا أنصاف ويا خولة، وحقيقة لا تعلم. بارك الله فيك. تحياتي هادي. الله يبارك. شكرا لك أستاذة خولة مريش من فلسطين، ميسرة هذا اللقاء ومؤسس مجتمع فلسطين التعليمي الذي أتشرف بأن أكون معه في عدة لقاءات كتوأمة لنشر الثقافة والعلم. نرحب بك أستاذتنا الفاضلة خبيرة مايكروسوفت العالمية الأستاذة الرائعة أستاذة إنصاف بن راشد من تونس، تشرفنا بها مرة قبل هذه المرة في نحن المبادرون نحو القمة. أرحب بك مرة أخرى، وأتمنى أن يستفيد الضيوف من هذه الورشة التدريبية عن كلاس بوينت. أرحب بكم جميع الحضور كل باسمه ولقبه، ونتمنى لكم المتعة والفائدة. والآن أترككم مع ضيفتنا إن شاء الله، فابدأي على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، تفضلي. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لك أستاذة خولة وأستاذة شوقية، أرحب بالحضور. أحس أني بين عائلتي، يعني الحضور ليسوا في معظمهم بالغرباء عني، أحسست وكأنني بين أحبابي في بيتي، هم ضيوف عندي، إن شاء الله أكرمهم وأحسن ضيافتهم. بسم الله الرحمن الرحيم الذي لا شيء قبله ولا شيء بعده. إن شاء الله سنستهل هذا اللقاء التدريبي على منصة كلاس بوينت. أستاذة خولة، لا يمكنني التشير، ليس لدي إمكانية التشير. أنا أجعلك مقدمة إن شاء الله. اسمك بالعربي ولا بالإنجليزي؟ بالعربي. تفضلي. متأسفة ما انتبهتش. تفضلي الآن. You can share. Yes, yes, I can. Okay. هلا في تشير أستاذة؟ نعم. أستاذة سوقية والأستاذ أنصاف، ممنوع اللغة الإنجليزية في هذا اللقاء لو سمحتم يعني. أوكي حبيب. لابد أن تسمعنا لنلاقي حالنا بين اللهجات، بتحسينا مضطرين لنغير شوي. أوكي حبيبتي، ما إن شاء الله ما رح نحتاجها. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ إن شاء الله. سنقدم هي ليست منصة بل هي أداة رائعة، هي إضافة رائعة للباوربوينت، تجعل من الباوربوينت منصة تفاعلية تمنح للطلاب الرغبة في التعلم ومزيد التعليم. هي أداة تجعل من الدرس مشوق أكثر وتفاعلي أكثر، يعني يمكننا مشاركة الطلاب الفصل، مشاركة الفصل مع الطلاب، حيث نضيف طلابنا
وممكن أنهم يشاركوا معنا من خلال تفاعلهم بالتفاعل في الأسئلة، يرسلون رسومات، يرسلون ملفات، يرسلون أيضا الشراكة اللي عملتها كلاس بوينت مع فليب جريد حديثا، يمكنهم إرسال فيديوهات، أيضا يمكنهم اختيار إجابات عشوائية وأسئلة عشوائية. إذا هي أداة مهمة رائعة وجميلة للغاية، تضيف للدرس جو من التفاعل والنشاط بين الطلاب. إذن في خلال هذا التدريب إن شاء الله رح نتعرف على هذه المنصة بالتفصيل، وسوف نحاول أن الجميع يتمكنون من إضافتها وتثبيت هذه الأداة على إضافتها على الباوربوينت. فقط هي هذه المنصة تشترط فقط أنه الباوربوينت يلي محمل في اللابتوب في المحمول تبعنا لازم أنه تكون إصدارها أكثر من 13، يعني ممكن باوربوينت 13 16 غيره، بس أقل لا يمكن. أوكي طيب رح نبدأ هذا اللقاء، رح نروح أوكي راح نروح هذه أنا ما راح أفصلها. أوكي أنا أخذت صور جميلة لكلاس بوينت. راح نروح على أي محمل بحث محرك بحث. راح نبدأ مباشرة أستاذة شوقية، في سؤال؟ لا لا تفضل الأسئلة نهاية أوكي راح نروح على أي محرك بحث. هو في حالتين، في أنك تكتب http://www.classpoint.io راح أكتبها في الشات، أو راح تروح فقط على أي محرك بحث وتكتب class point. رجاء تابعوني خطوة بخطوة، يعني اللي راح أعمل وتعملوه معي عشان يتحمل عندكم class point. تكتبوا class point وبتاخذوا أول رابط، أو راح أكتب لكم دايركتلي في الشات. أوكي هشت. هذاك هو ممكن أنكم ممكن أنك تروح عن طريق هذا الرابط، أو تكتب class point على جوجل وبتمر عبره. خلاص الكل وصلوا لهذه المرحلة، ممكن إضافة واحد اللي تحصلوا على المنصة. اوكي كمان الله يخليكم، يلي دخل على المنصة يكتب واحد عشان نكون مع بعضنا، حملناها. اوكي طيب لحظة، طيب خلاص احنا بننتظر استاذ محمد. استاذ محمد لو خلاص الله يخليك اكتب واحد عشان نواصل. أستاذ محمد خلص حملت ال class point. واحد رسالت واحد. أوكي الشاشة واضحة، الشاشة مش واضحة ليش أستاذة هبة؟ لا واضحة بس بيكون من عندهم الإنترنت، ممكن تخرج وتدخل مرة أخرى. راح كبرها ممكن هي صغيرة شوي. أوكي هيك واضحة. طيب احنا هون في منصة class point، هي منصة جد رائعة، راح تشوفوا شلون بدنا نغير اي ملف powerpoint مشتغلينه قبل وممكن نشتغل عليه مباشرة. طيب راح نمر على download، راح تكتب الاسم الايميل يلي راح تضيفه
راح اخذ هذا الايميل organization. ممكن بتكتب هوم او ممكن تكتب السكول تبعك زي ما بدك وبتعمل داونلود. اوكي هو راح يحمل لك سيت اب تبع الكلاس بوينت. ننتظروا شوي. وكمان مرة كل إتاب يعني كل ستيب راح أعملها الله يخليكم بتكتبوا لي واحد عشان أكمل، يعني ما بنترك حدا ما وصل لنفس المرحلة يلي إحنا فيها. الكل حمل الكلاس بوينت. أوكي طيب هون رح نضغط على السيت اب تبعه. طيب انا محمليتها قبل فبيقول لي لازما اني اعمل لها ديزانستالاسيون، يعني لازم ارجع وامسحها من المحمول تبعي عشان هو يقدر يعيد ويحملها. لما اضغط هيك بيقول لك انا ما رح اشتغل على الكلاس بوينت إلا لما بيكون أي ملف باوربوينت مغلق، يعني هو ما بيشتغل على أي محمول بيكون فيه الباوربوينت مفتوح. أنا سكرت الباوربوينت. أوكي بنتعدى بنقول له يس. بيقول لك please wait we are. أوكي هو هلأ مسح الكلاس بوينت من عندي، بقول له فينش وبعيد نفس المرحلة، بس انتو رح يمر لكم دايركتلي. هون رح تضغط على I accept، بتظهر لك انستال، تضغط عليها بتقول له yes. هو هلأ رح يبدأ ويحمل لك الكلاس بوينت. تضغط next. اوكي هو خلاص راح يحملوا. نستنى شوي على النت. اوكي بيقول لك open powerpoint. يلا الكل لو سمحتوا لو وصلتوا للهون. لا ما في كود استاذة نقلة لحد هلا. ايه بدها وقت لتنزل. لا ما بتاخذ كتير وقت، هاي انك شفتي انا نزلتها وما اخذت معي كتير وقت. يلا يلي وصلوا لهاي المرحلة طب تفضلي استاذة وفاء رح استناكو، بس يلي خلص الله يخليكو بيكتب واحد. اوكي اهلين استاذ امير، استاذه مرجانة، استاذ ابراهيم خلصت، استاذه وفاء ما انتهى التحميل. راح ننتظرك استاذه وفاء ما عليكي. استاذه انصار في حدا رافع ايده بتحبي تاخذي مشاركات تسمعيها؟ ايه ما في ما عليه، لو في اي اشكال بناخذه على الحين منشان ما نتعطل بعدين. بس استاذ محمد تفضل. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام. انا عندي اوفيس 2010 بقدر اكمل معاكم ولا لازم يكون عندي 2013؟ يعني هو انت لو عندك البيت تبعك 64 راح يحمل لك اياه، بس لو 48 ما راح يحمل لك. انت جرب وشوف اذا هو قبله، يعني عندك 64. الفكرة انه بيشتغل يعني على اوفيس 2010؟ ايه بيشتغل اذا انت المحمول تبعك هو فيه 64 بيت، بس لو فيه 8 اللابتوب على اللابتوب مو على اللابتوب. اوكي انت اعمل الداونلود، لو قبله واشتغل لك يبدا يا الله الكريم ان شاء الله. ماشي يعطيك العافية. اوكي ان شاء الله. الاستاذ بيلان تفضل. لا هذا طالب عندي الأستاذ بلال. يلا بلال نزل إيدك حبيبي نزل.
لأنه فاتح المايك كمان. تمام. أستاذة سمية، أستاذة سمية تفضلي. أستاذة سمية. لا افتح المايك أستاذة. سمية كشلاف كأنه. تمام. أستاذة سمية افتحي المايك لو بدك تسألي سؤال. طيب في كمان أستاذة نزمول. أستاذ هذا أستاذ. أستاذ أنا آسفة. هذا أستاذ من بنغلاديش. شوف عندي التحميل عندي بعطل. عيد السؤال أستاذة سمية بعد إذنك. لا قلت لك التحميل البرنامج يعطل شوية، النت عندي ضعيف. طيب هينا بنجاوب على الأسئلة لحد ما هو يشتغل إن شاء الله. أوكي. في أستاذنا الكريم لو عنده سؤال يتفضل. نواصل أستاذة؟ نعم أستاذة تفضلي. نعم. أوكي. الرمز لا ما عندنا رمز أستاذة إسراء. أستاذ محمد إحنا راح نبدأ وأنت كمان دقيقتين بتروح تكمل معنا. أوكي. راح شوف الشات. الله يخليكي أستاذة نجلة شكرا. ما عندنا لحد هلا رمز أو رقم الفصل، لسه ما ابتدينا، إحنا هلا بنحمل فقط. طيب راح أرجع بيقول لك open powerpoint. راح يفتح لي الباوربوينت. شوفي إشكال مايكروفون مارك انستالاسيون ديكو. يس بتقول له فيرمي الانستالاسيون اشوي عيديها كمان مرة. يعني ما قدرتي انت تعملي التحميل التنزيل، نزليها كمان مرة وراح تشتغل معك. ممكن هيدا إشكال اوف نت. اوكي طيب هو فتح لي الباوربوينت، بيفتح لك لأي حدا باوربوينت يعني آلياً بيعطيك طريقة العمل، طريقة مختصرة ووجيزة للعمل على الكلاس بوينت، يعني زي التوتوريال. بيقول لك من هون أنت لازم تروح على هيدي الأيقونة ولازم تعمل الساين أب لتشتغل فيها. راح أفسر لكم ليش، لأنه في الأول ما بيظهر لك إشي بتكون هيدي فارغة وما بتقدر تعمل ولا اكتيفيتي. بعدين لما انت بتعمل الساين اب تظهر لك هيدي الايقونات مفعله وبتصير ممكن تشتغل عليها. هيدا بيقول لك لما انت راح تبدا سؤال سريع، وبعدين بيقول لك انه في تيتوريال يعني بتحتفظي فيه هيدا السلايد يلي بعت لك اياه. بيقول لك لو بدك انك تشوفي تيتوريال راح تقدري تشوفيه من هون، لو بدك تعملي مسج فوكال راح تعمليه من هيدي الايقونه، ولو كمان لو بدك سيبورت يعني بدك اعانه ولا اشي مثل هيك راح تتصلي على هيدا المسنجر تبعهم. اوكي بس احنا راح نسكره وراح نشوف شلون بدنا نستغل وشلون بدنا نعمل على هذا الكلاس بوينت. طيب هو في حالتين، في حالة انك تشتغلي
باوربوينت جديد وتعملي الأسئلة يلي بدك فيها. بس أنا already أنا هلا تعلمت الكلاس بوينت وأوريدي عندي باوربوينت مستغليته، باوربوينت مستعمليته في الفصل تبعي وبدي أشتغل فيه. طيب أول إشي بنروح على هيدي الأيقونة، شفتوها هيدي الأيقونة؟ تضغط عليها. طبعاً أنا محمليته من قبل، بقول له sign out. أنتوا رح يظهر عندكو ألو. هلا سامعين؟ ألو أستاذة. أيوة أيوة سامعين سامعين سامعين. أوكي طيب، هذا باوربوينت عندي already جاهز وalready أنا بشتغل فيه من قبل وما بدي أخسره، بدي أشتغل عليه. طيب إحنا أنتوا بتظهر عندكم هيدي الأيقونة مثل هيك، يعني ما عندكم ولا أداة، ما عندكم ولا محرك رح تشتغلوا عليه ولا إشي رح تضيفوه. شلون بدنا نعمل؟ بنروح بنعمل sign up وبنشتغل على الميسنجر يلي احنا، ولا رح اخلي هاد اللي احنا سجلنا فيه. شو عفوا هل اساسي اللي لازم تكون عندي؟ أنا ما سمعتك آسفة. شو؟ مين معي؟ السلام عليكم، كيفك أستاذة أنصاف؟ الحمد لله أهلين حبيبتي. أنا كل مرة أنا أسوي تحميل للكلاس بوينت ما يستوي معي بالإيميل الوزاري، كل مرة تظهر لي كبيرة موجودة عندك في الشات. تعملي بالإيميل العادي تبعك، ما في مشكل. أنا اشتغلت فيه بالإيميل الوزاري وعندي حساب بالإيميل الشخصي. سويت عرض الإيميل الشخصي تظهر نفس الرسالة، تظهر نفس الرسالة اللي موجودة في الشات. طب ممكن إنه الباوربوينت تبعك يعني ما هو مطابق للمواصفات يلي بيتحمل فيها الكلاس بوينت، يعني بتاخديها أي تقني بيروح بيسحب لك الباوربوينت اللي معك وبيرجع يحمل لك الباوربوينت 13 ولا 16 وغيره. الانترنت دائما بيفسد علينا. انا محمله استاذ انصاف، محمله 365 بالايميل الوزاري. 365 نورمال طبيعي انه بيشتغل معك، ليش لحتى ما يشتغل؟ ما يعني كل مره بتسوي نفس الرساله. يمكن عندك اشكال نت، يمكن النت عندك ضعيفه. مشكوره استاذ انصاف، شكرا، جزاك الله خير. عفو. طيب راح اكتب ال اوكي سين اب. اوكي قل له انا ما بدي اياهن. شفتوا كيف لما دخلنا وعملنا ساين اب بالايميل يلي انت سجلت فيه الكلاس بوينت، راح وفتح لي كل هيدي الايقونات الجميله، الايقونات الرائعه اللي راح نشوف شلون بدنا نشتغل عليها. الانترنت عندي ضعيف، مش قادره نحمل الباور. نعم مين معي لو سمحتي؟ يعني خلص اللي عنده الإشكال في الباوربوينت وبده ياخذ وينزل الباوربوينت الأعلى، يعني الباوربوينت 13 16 وغيره، بيتابع الحصة وبعدين راح ننزلوه على القناة يوتيوب تبع الأستاذة شوقية الأستاذة خولة وكمان القناة اليوتيوب تبعي، ورح ترجعوا وتعيدوا وتتابعوا معنا. بس هلا افهمي، ولو في سؤال تستطيعي تسأليها هو على المباشر بيكون أفضل، وكمان على اليوتيوب ولا على تويتر رح نجاوب. أوكي
شو من أول شهر؟ ليش من أول أستاذ أمير قال من أول شهر لا يمكن تحميلها؟ لماذا أستاذ؟ لا يمكن. وكمان في هدية، رح أعطيكم هدية شهر مجاني للبرو. هيدي هدية لفريق الأستاذة خولة والأستاذة شوقية. بارك الله بك يا أستاذة. العفو حبيبتي، العفو. طيب، في هذا Upground to Pro، هي شو الفرق بين البرو والعادي؟ البرو أنك ممكن تضيف للفصل تبعك 20 طالب بس، احنا عفوا 200 طالب بس، احنا فصولنا ما بتوصل ل 200 طالب. في العادي المجاني بيعطيك 25 طالب. انا شو بعمل؟ انا لو في فصل عندي اكثر من 25 بقسمهم لاثنين جروبات، وبعمل يعني باوربوينت للأ وباوربوينت للبي، وبفتح واحد من اللابتوب والتاني من الموبايل وبيشتغلوا على الاثنين على سواء. اوكي، بس يلي بدو احنا ديجا راح نهديكو شهر مجاني لتحصلوا على البرو لمدة شهر مجاني، وبعدين يلي بدو يروح على البرو وعنده نسبة حضور عالية ومرتفعة مثل أساتذة الجامعة وغيره بيروح وبياخد البرو. اوكي، طيب هيدي اللي راح نشوف افقيا شو هيدا. هيدي البن، يعني القلم يلي راح نكتب فيه. في إمكانية إنك تغير الألوان على الأصفر for example، عفوا، ولا الوردي كذا. الأقلام كلها بدك تغير فيها زي ما بدك وتشتغل فيها، راح نشوف بعدين شلون بدنا نشتغل فيها. هيدا بدني أخذ على الأزرق الفاتح، هيدا على البنفسجي، هيدي الوايت بورد. يعني أنت فيك إمكانية إنك تاخذ وايت بورد جاهزة وتشتغل عليها. في عندك الوايت، في عندك البلاك، في عندك المسطرة، في كمان إمكانية إنك تحمل إيمج. For example راح أخذ هذه البورد. وين حطيتها؟ طيب راح أعمل ريسيرش. أيه. أوكي. بياخذ لي إياها وبعدين راح أشتغل فيها. في كمان إني ممكن أخذ إيمج مزينة. بإكزامبل هاي بيحط لي إياها زي البورد. وفي كمان إمكانية إنك تاخذي سلايد، يعني بتكوني محذرة current سلايد بتكوني بدك يشتغلوا عليها الطلاب ويحطوه، تنزلي على ثلاث نقاط وبتختاري، يعني ممكن تحطيها وايت بورد عادي، تختاري شو ما بدك تعملي فيها. أوكي، ولا current سلايد. هيدي شفنا عنا الوايت بورد، عنا البلاك بورد، الرول بيبر، البورد أزرق ولا زي ما بدي، أو إيمج، وإلا أخذ السلايد يلي أنا محضرة فيه إكزرسايسز وبدي الطلاب يشتغلوا فيه دايركتلي. أوكي، طيب هيدي هي الألعاب التفاعلية تبع كلاس بوينت. انتر كويز، هيدي بتعملي فيها زي الأسئلة المتعددة الأجوبة، ورح نشوف كيف رح نعملها. هيدي السحابة وورد كلاود، هيدي شورت أنسر، يعني لما بدك الطلاب يجيبوا على السؤال بكلمات ولا جمل صغيرة مني كبيرة. هيدي سلايد رح يعملوا مثلا تعطيهم مثال حياة النبتة، ورح يربطوا بالأول بيعملوا السايكل أوف لايف للنبتة ولا الحيوان أو غيره، أو بدك يربطوا بسهم. وهيدا بتعطي إمكانية للطلاب لا يسحبوا صور من النت. أوكي، ويضيفوها على الشريحة تبعك.
هون بيقول لك عندك إمكانية إنك تنزعي ال التولز تبع الكلاس بوينت ولا إنك تمسحي الألعاب. هون بيقول لك أنت عندك إمكانية تحميل، راح نشوف كيف، عندك إمكانية تحميل السلايد تبعك لباوربوينت لبي دي إف، وبعدين الطلاب عندهم 4 دقائق 5 دقائق ليمسحوا هالكيو آر كود ليحصلوا على الملف باوربوينت للشريحة تبعك، وبيحتفظوا فيها بيستطيعوا انهم يرجعوا لها متى ما بدهم. اوكي طيب، هيدي لورد بورد، هيدي بتعطينا لما بيكون عنا اسئلة وعملنا الاجابات، وبتكون competition data، يعني بنشوف ترتيب المتابرين او الطلاب تبعنا. هذه مسح كل الإجابات وممكن نعيد المرة الثانية. هون لما بدنا نبدأ على السريع، هذه كنت أشرنا إلها، يعني لما بدك تتصل فيهن مباشرة. فيدباك يعني بتعطيهم آرائك عن المنصة، فيدباك للمنصة الكلاس بوينت، وهذه بيعطيك فكرة about class point، يعني لو بدك تاخذ فكرة كمان على class point. أوكي طيب، احنا شلون بدنا نستغلها من غير ما ننجز ألعاب ودايركتلي؟ يعني أنا ما بعرف class point بس بدي تكون في إمكانية أني أستغل فيها من غير ما أني أعرف عنها كتير أشياء. شفنا من تحت، أول شيء بتعطي لطلابك هيدي الرقم، تعطي لطلابك هيدا الرقم. في أنا دخلوا معي 4 4، هلا ممكن إني ممكن كمان إنك تضغط على هيدي، شفتوها الزرقاء سي، لما بتضغط عليها بيعطيك الكيو آر كود، بيعطيك أنت وين راح تروح، بتقول لطلابك وين راح يروحوا، بيعطيك كمان الكود تبع الكلاس روم تبعك. أنا هلا دخلوا معي الأستاذة مرجانة والأستاذ فتحي والأستاذة آمنة وغيره. أوكي متفاهمين؟ يعني أنت لو بدك تشتغلي مباشرة عندك سلايد وبدك تشتغلي عليه مباشرة، تضغطي هون يعطيك الكود. نعم تفضل، في سؤال أستاذة خولة؟ لا أشكله في حدا كان فاتح المايك. أوكي طيب، هذا في اللي بتعطيهم الرابط هذا class point point app، وبعدين بياخذوا الكود أو يمسحوا الQR كود ويدخلوا على الفصل. أوكي طيب، لما أنا بدي أشتغل على هذا السلايد مباشرة، أنا هيدي هي قصيدة راح يحفظوها بالفرنسي، وبدي ممكن أستعمل الهايلايتر، يعني لما بدي أني أفسر لهم مثلا الكلمة هيدي، راح الهايلايتر بيساعدني أنهم يركزوا على الإشي اللي بدي أنا فيه. في إمكانية كمان أني أعمل لهم مسح للكلمة بالماركر، يعني راح يثبتوها هيدي هي اللي بدي فيها. ممكن كمان لو بدي اياهم هن يسطروا يختاروا اللون يلي بدهم فيه. انا اوريدي حددت الالوان الاقلام تبعي، هن اللي يدخلوا، او لو في استاذ او استاذة دخلوا ممكن انهم يختاروا القلم ولون القلم. وبدي فور اكزامبل اقول لهم يلا راح تبحثوا لي على كلمة نوفو وتسطروا لي اياها، يعني راح يروحوا ويسطروا، ولا انا لو بدي اسطر هالم، يعني بعمل اني استغل واميز وبيكون درسي احلى واوضح. كمان فيني اني امسح هيك، هيدي ممحات منكم امسح كل اشي انا عملته. ممكن استغل بالوايت بورد، لا اقول لهم راح تروحوا انتوا وتشتغلوا لي على هيدي، ولا راح تكتبوا كذا او كذا. اوكي كمان غيرهم استاذ
استاذة فاولا في اغلقت المايك استاذة لو بنسى بيفتح المايك. نعم نعم اوكي طيب في كمان نهينا عمليه الصوت استاذة انصاف لانه في ازعاج ووقت الاسئله بنفتح له ان شاء الله. اوكي, أوكي. طيب في اشي حلو شفتوا هذا الصغير يلي رفع ايده من تحت هاي هو راح اعمل الهايلايت هاي هو لا اوكي هيدا شفتوا الكل شافوا طيب انا هلا عندي اداه يعني عندي شريحه فقط انا عارضه الشريحه وبدي اعطي اسئله بنزل على هذا الرفع ايده وباخذ عشوائيا يلا الاستاذه زينب هي اللي راح تجاوب على السؤال وبعطيها بقول لها فور اكزامبل هذا سؤال يلا انتري دون يعني هن هيدي لتحفيظ المحفوظات يعني بالفرنسي راح تكمل هي الكلمه يلي بدي اياها فيها عندها امكانيه انها تكتبها فور اكزامبل راح انتري دون لو le grand chapiteau for example بتكتبها وعندي كمان مرة راح أخذ شخص تاني هيك بضغط تظهر لي الأستاذة خولة راح تجاوب وغيره أوكي فهمنا يعني ممكن أن نعمل هذا زي الغيكاب يعني زي بنشوف إذا كانوا فاهمين الدرس ولا لا بتكون الأسئلة عشوائية وهيدا بيعطيني الليدرز اوف اول يعني هن الاجابات تبعهم راح نشوفها بعدين لما نعمل تمرين تفاعلي طيب هلا بدي اشوف اذا لحد هلا بدي اشوف تفاعلاتكم وبدي اشوف الواحد اذا الكل تابع معنا والكل استطاع انه يفهم لحد هذه المرحله بدي اشوف واحد اذا فهمتوا واثنين اذا لا انا سريعه او ما فهمتوا اشي في اشكاليه في اشي طيب اوكي الحمد لله هذا كله لانكم شطار ما شاء الله عليكم الله يحميكم يا رب اوكي الاسئله العشوائيه تكرمي حبيبتي لعيونك راح نعيدها يلا يا شطار والبقيه ما فهموا اشي ولا شو انا متاكده انكم ما شاء الله عليكم يعني ممكن يا استاذه مش ظابط زيي انا مش ظابط لازم بده 2013 انا مش ظابط عندي يمكن اوكي طيب راح نواصل طيب بس بدكم تقولوا لي طيب هذا مو اشي كتير يعني شو بدنا نعمل ما ممكن نعمل البورد وبنعمله تفاعلي وبياخذوا الاقلام يعني بنعمل داتا شو بنعطيهم قلم وبيكتبوا دايركتلي يعني شو جديد شو عملنا بهيدا لا في كمان في انهم الطلاب بيحبوا انهم يشتغلوا على الموبايلات تبعهم بيحبوا انهم يعرضوا اكزرسايز تبعهم على الـ على البورد بيحبوا انهم يظهروا بيحبوا انهم ياخذوا الكاسه طيب وبعدين خلاص خلص التدريب من عنده سؤال خلص التدريب استاذه شوقيه نعم نفتح المايكات نفتح المايكات يعني بنقول كلاس بوينت ومنصة رائعة ومنصة عظيمة ومنصة مشوقة واكزرسايسز تفاعلي طب وين كل هذا يا استاذة ها خلص التدريب لحد نص ساعة وخلصنا لا طبعا ما لا العديد من الميزات والعديد من الاشي الحلو يلي بيخلي الطالب يتمسك بالدرس ويحفظ الدرس ليشارك في اكزرسايسز تبع الكلاس بوينت وبتقولي له من اول الحصه يعني لازم تكون منتبه عشان عندنا اكزرسايسز بالكلاس بوينت وعندنا اسئله بالكلاس بوينت بيصيروا كلهم مشدودين للحصه لحتى يربحوا الكاسه في الاخير اوكي طيب راح نبدا انا راح اغلق هيدا الباوربوينت وراح افتح باوربوينت جديد لحتى
نشتغل عليه. اوكي انا حضرته قبل بس راح اوريكم ستيب باي ستيب شلون راح تشتغلوا فيه. اوكي طيب عندنا الشاشه يا استاذه شوقيه. نعم نعم ظاهره. طيب انا راح امحي هذا السؤال قبل. استاذة شوقية لسان حالك يقول شو هيدا يا ست انصاف، شو بتعملي لنا كلاس بوينت وما كلاس بوينت وبعدين التدريب في ساعة؟ راح لسان حالك بيقول خجلتينا صدمتينا صدمتينا يا ويلي يا ويلي شو هذا؟ ولا وعالم وهيك واستاذة شوقية واستاذة خولة وفريقين عريقين زي هدول وراح نعمل هاي الاشي فقط؟ يا حيف عليك ست انصاف. عنصر تشويق ما شاء الله عنك ما شاء الله. الله يخليكي. طيب اكيد بدك تستثيريهم كمان، تستثيري الجمهور عشان يتفاعلوا معاكي. ايه طيب حبيبتي راح نبدا. طيب هيدي انت بتفتحي اي سلايد جديد بتحطي، يعني لو بدك تخليه ابيض لو بدك، انا هيك حبيت احطه في الازرق عشان كلاس بوينت زرقاء، وبتعملي عادي يعني بتحطي السؤال يلي بدك فيه. طب بتحطي سؤال انا مثلا ماذا تضيف كلاس بوينت للعمليه التعليميه، وراح اختار نوع السؤال يلي بدي فيه. يعني انت سلايد بتشتغليه عادي زي ما بتشتغلي في الكلاس بوينت. اوكي يعني انا هلا راح اختار هذا سؤال ما بيكون عليه الا الورد كلاود. اوكي اوكي بيروح بيحط لي هالايقونه هيدي، بحولها منشان ما تعطل ظهور التفاعلات، وبيقول لي اوكي وبيعطيني بعض الاسئله. اوكي بيقول لي انت حابه الورد كلاود، يعني انت ليميت نمبر اوف سبمشن تو 1. لا انا بدي الكل يشارك ويتفاعل معي، وبدي يضيفوا كمان كذا سؤال كذا اجابه، راح نخليها على الخمسه، وكل شخص بيضيف قد ما بده. اوكي هيدي على الخمسه. بيعطيني اوبشن بيقول لي طب استاذه خوله شو راح اعمل انا، ما الكلاس بوينت مكتوبه بالانجلش، اقرا السؤال ولا لا؟ ما ممنوع الانجلش، اعمل ايه؟ اقرا بالعربي ترجمه ترجمه ومن بيفهموا. اوكي طيب بيقول لي انت بدك الشريحه تشتغل لحالها اول ما تفعليها والا لا، يعني احنا بنفعل شريحه الكلاس بوينت من هون. اوكي لو بدي انا لو بدي اول ما افعل الشريحه الطلاب بيشتغلوا على الكلاس بوينت بفعلها، لو لا ما بدي انا بدي انا اعطيهم الاوردر اعطيهم الامر انهم يبداوا بخليها. انا بفضل اني بخليها مع السؤال عشان يشتغلوا فيها. اوكي هيدي بتقول لك انت بدك تقلصي حجم حجم الشاشه الظاهره للاجوبه والا لا. انا ما بحبذ اني اقلصها عشان بعدين بيصير في قلق لحتى تسحبها ولحتى تظهر لك من تاني، يعني ما بتفعلها. في كمان close submission after، يعني انت بدك تغلقي الإجابات بعد 15 ثانية، يعني بدك إياهم تكون إجابات سريعة، ولا بعد واحد دقيقة، بعد 30 ثانية، بعد دقيقتين، بتعطيهم المجال. هو تمرين صعب، لا بدهم يفكروا بدهم يحلوا المسألة، هي مسألة رياضية صعبة، رح أعطيهم 5 دقائق، وإلا لا ما بدي فعلها، يعني أخليه مفتوح وأنا لحالي رح أغلق الشريحة. أوكي أنا رح خليها دقيقة. اوكي راح نشوف. طيب قبل ما نبدا راح اروح على السي واعطيكم الكود، راح ما فعلها هيدي لحتى اسمح لكم انكم تدخلوا، وطبعا هيدا هو الكود
في عندي already 15 بدي كمان 10 يدخلوا معنا على الفصل ليضيفوا. طيب أنا راح أحاول إني أدخل معكم على الفصل، راح أكتبوا كتبتي الكود أستاذة في الشات 4 3 5 6 3. لو سمحتي أستاذة خولة أو أستاذة شوقية أكتبي لهم نعم. الكود. نعم هاي كتبته أستاذة وفاء 4 3 5 6 3 صح؟ مشكورة أستاذة. تمام شكرا لك. طيب أنا راح أوريكم أنتوا وين راح تروحوا أوكي؟ طيب هي بتروح على كلاس بوينت بوينت أبي بي. أنا ما بعرف إحنا بالفرنسي بنقولوا أبي بي. راح أسحبها وأضعها لكم في الشات. ممكن كمان بتروحوا على جوجل وبتكتبوا راح أوريكم وبتكتبوا هذا جوجل. اوكي تكتبوا كلاس بوينت. اوكي هيدي قلنا الاولى راح تاخذنا على المنصه تنحمل الكلاس بوينت، والثانيه بيقول لك يمكنك ادخال الكود واللحاق بالفصل، بتضغطي عليها كمان مره بياخذك على اين تضعين الكود. طيب راح نضع الكود. ممكن تملي لي اياها استاذه خوله؟ 4 3 أعتقد. نعم 4 3 5. أها 6 3. ثلاثة. وراح تكتب اسمك. طيب أنا ما راح أدخل معكم لأني راح أخسر مكان، هو ما بيقبل إلا 5، راح أخسر مكان. يعني أنتوا بتدخلوا تخلي لكم المجال لتدخلوا معنا في الفصل. راح شوف العدد، لسه فاضل 3 أماكن. 23 كمان 2. أستاذة جازية، أستاذة آمنة، أستاذة واضحة، لطفي، مرفد، منى، أستاذة خولة، أستاذ فتحي طبعاً هو السباق، بثينة، زينب، عفاف، ويني هادية؟ ويني حياة؟ يلا نلتحق بالفصل، يلا يا شطار، يلا يا حلوين، يلا بدي إياكو كلكو. أستاذة شوقية ممكن تلتحقي؟ لسه فاضل 2 أماكن. أنا مش ظابط معي أستاذة بكل لازم بوينت 2013. أستاذة حياة ممكن تدخلي؟ أو أستاذة أرزاق، أهلين أستاذة أرزاق، كمان واحد ونشتغل. أستاذة حياة تحكي عندها مشكلة في النت. أوكي طيب أستاذة هادية. أستاذ محمد بيسأل ممكن إعادة كيفية الالتحاق؟ طبعا لحظة. طيب ممكن تكتب كلاس بوينت على محرك البحث، اي محرك بحث يعني ممكن تكتب عليه، اسفه ممكن تكتب على اي محرك بحث كلاس بوينت. الرابط الاول قلنا هو الرابط لنحمل المنصه وليصبح الكلاس بوينت تابع للباوربوينت، والرابط الثاني هو اللي راح ياخذنا على الفصل. اوكي تنزل عليه بتضغط عليه تدعسوا هيك بتقولوا بالفلسطيني هيك ادعس. طيب ندعس عليه وبتكتب الكود تبع الفصل اللي هو 4 3 اعتقد 5 6 3 اذا انا ماني غلطه. تكتب الفصل وبتكتب اسمك
وتعمل جوين، بياخذك مباشرة على الفصل. طيب خلص احنا عنا، شفتوا كيف لما وصلنا 25 اشتعل بالاحمر؟ ليش؟ ليقول لك انت خلص ما بقى في امكانية انك تضيف طلاب. اوكي؟ طيب راح ارجع على سلايد واضغط ستارت. في امكانية انه السؤال يظهر مباشرة، يتفعل عند تفعيل سلايد. هذا بيقول لك انا راح فعل السؤال مباشرة عند تفعيل سلايد. راح اوريكم اذا انا ما فعلته. اذا انا ما فعلته بريا بروح وبضغط هون بيتفعل. اوكي هيك بعطيه الاوردر انه يتفعل من هون. الثاني رح نعمل في تفعيل مباشر. يلا بدي اجاباته، في دقيقه فقط للاجابه. لسه حدا ما جاوب يعطيني من هون، لسه حدا ما جاوبني. الاثاره تضفي الحيويه داخل الفصل طبعا، متعة، تشويق، تعامل، منافسة، إثارة. أوه شطار، كتير شطار متدربينكو أستاذة خولة وأستاذة صوتية. حيوية، تشويق. أكيد أكيد شطار زي مدربيهم حبيبتي. حيوية، مرونة، تركيز، فعلي معاك يا مس انصاف، فعلي معاك شطار كتير. طيب بيقول لك هون بيعطيك خيار انك في امكانية انك تضيفي هالسلايد هيدي للسلايدات تبعك، يعني هي في الاصل ماني موجودة. اوكي ممكن انك تعملي سيف فور فيو، رح تحفظيها. اوكي طيب أنا حفظتها وما عملتها سلايد، بعدين في السؤال الثاني رح نشوف شلون بدنا ناخذها كسلايد. طيب هون هيدا سؤال أنا حضرته من قبل، مستخدمي منصة كلاس بوينت هم، يعني مين بده يستخدم كلاس بوينت؟ رياض الأطفال ولا ذوي مستوى تعليمي عالي فقط ولا المدرسين والمتعلمين ولا كل الاحتمالات؟ يعني بنقدر نستعملها في رياض الأطفال، في الابتدائي، في الثانوي، في العالي، في كل المجالات. طيب أنا شلون بدي أعمل هذا كتمرين تفاعلي؟ راح أعمله multiple choice. يعني هون شلون multiple choice؟ يعني أنا أعطيهم احتمالات وهن بدهم يختاروا. أوكي؟ طيب بيعطيني بيقول لي أنت قديش بدك من احتمال؟ ممكن أنا أضيف 5، ممكن 6، ممكن لا، احتمالين yes or no، نحط لهم نعم أو لا، صحيح أو خطأ، إيجابي أو سلبي، يعني مثل ما بدي. أنا اخترت 4 احتمالات. هذا بيقول لك لو عندك أكثر من احتمال صحيح بتدعسي هاي النقطة، وبيقول لك لازم تحددي أي هن الاحتمالات الصحيحة. قول له الاي والسي فر مثلا. اوكي طيب انا لا ما عندي كتير احتمالات، انا راح فقط احدد هيدي. لازم اني احدد السؤال الاحتمال الصحيح، راح اغششكم هون. هيدا هو السؤال الاجابه الصحيحه، وممكن افعل هيدي الايقونه اللي هي بتعمل لي زي التحفيز للطلاب، يعني زي المسابقة بيناتهم، رح يحط لي الترتيب من واحد لغيره ويعطيني. رح تشوفوا شلون شو رح يضيف. شفتوا هيدي الكاسة اللي ضافوها؟ يعني هيدي معمولة زي المسابقة ما بين الطلاب، يعني مش المهم انه يجاوب، لا، مين اللي رح يحرز او يتحصل على المرتبة الاولى في هذا التمرين. اوكي طيب قبل شوي ما كنا دعسنا على هيدي وفعلت من خلال هيدي الأيقونة، يعني لما أنا بدعس على تفعيل سلايد بروح أدعس كمان مرة على هيدي بفعل لي الإجابة. أنا هلأ رح أعطيكم خيار تاني وراح
يشتغل لحاله مع الإجابة، أوكي؟ وكمان مرة بنترك دقيقة للإجابة. يلا يا شطار، شفتوا شلون اشتغل لحاله؟ يلا الإجابات، ممكن إني أشوف مين جاوب بيعطيني الإجابات، كل ما حدا يجاوب بيظهر لي هون. كوثر جاوبت، زينب الشاطرة، عفاف دايما متميزة، حسان التلميذ النجيب، يعني بتجيري وبتحمسي طلابك. طبعا وفاء أنت ذكية ومتميزة، طبعا تحسنين الإجابة، بتجيري وبتحمسيهم. يلا البقية بنتظر إجاباتكم يا شطار. يلا كمان لسه فاضل ثمانية. منيا أحسنتي يا منيا، استطعتي الإجابة كالعادة. يلا يا شطار، متأكدة إنه عندكم الإجابة، متأكدة إنكم عارفين الإجابة. يلا المرة الثانية بتحصلوا على الكأس ولا يهمكم. يلا حبايبي تصراكوا، ما رح أسكر إلا لتجاوبوا. كمان في عندي ثمانية بدي إياكم. أحسنتي خولة، أحسنتي حبيبتي، جميلة ومتألقة خولة. يلا البقية، فاتن حبيبتي فتون، يلا بتصيري بتحمسي طلابك ليشتغلوا، اوكي؟ طيب ارجع للسلايد، يعني غششكو وفي كمان من جاوب بالخطأ. شو هيدا؟ هيدا لانه بدكو تاخذوا الكأس، لما بدو الانسان ياخذ الكأس بصير يجاوب على السريع وما يركز بالاجابه، اوكي؟ طيب شفنا اللايف، بصير في إمكانية إني ما بترك إمكانية إنه يشوفوا الإجابات، يعني لما بصير الإجابات كتيرة على السي بصير الطالب الضعيف بيقول أكيد السي هي الإجابة ويروح يجاوب بطريقة عشوائية. لا، أنا ما رح أعطي هاي الإمكانية. في كمان إني ما بدي صوت، ما بدي ميوزك، بتزحها ولا بتركها، أوكي؟ أنا هيدا السؤال محددت فيه دقيقة أو لا، عندي 19 إجابة، ممكن إني أغلق كل هلأ أو لا، بدي طلابي كلهم يجاوبوا، وبدي أعطي الفرصة للكل، وما بدي إنهم يكون عندهم نقص ولا هيك، بس بعطيهم الفرصة، بس لعامل الوقت هلأ رح سكر. أوكي، طيب هو أعطاني الإجابات، في إجابة في الأ، في الأ إجابة، ما في ولا إجابة على البي، في إجابة على السي، إجابات 14، وفي دي، يعني كل طالب بده، ممكن الطالب يلي عنا ضغط ودعس على الأ بيقول أنا الوحيد الصحيح وهيك، يعني لازم تفرجيهن الإجابة الصحيحة، تضغطي هون بيعطيهن الإجابة الصحيحة. وما بحكي لكم شلون أجواء الصف، الكل يلي ضغط على 14 راح يعيط ويصيح ويقول هاي واي، وبيصير الفصل كتير كتير مشوق، ويلي مسكين جاوب على الآ بيروح هيك، بس بدك تدعميه وبتقولي له خلص حبيبي أنت في المرة الجاية، أنا أكيد متأكدة أنت أسرعت من شان الكاسة، المرة الجاية بتصير وتكون إجابتك أحسن وأحلى وهيك. بعدين كمان يلي جاوبوا صحيح من حقهم إنهم نشوف مين يلي أخذ الكاسة. ألف مبروك آمنة المتألقة الحلوة، أحسنتي آمنة، أحرزتي تقدم، أحسنتي آمنة، أصبحتي الأولى، هذا شغل أنا كتير بحترمه فيكي. كمان مرجانة، كلكم جاوبتوا صحيح، بس عامل الوقت ولا يهمكم حبايبي، بتصيري دايما تحفزي طلابك. يعني أنا بدمج مهارة التنمية البشرية مع مهارة الديجيتال لحفز طلابي، يعني دايماً بعطيهم بشتغل على الاثنين مع بعض. هون بيعطيك إمكانية إنك تشوفي ترتيب، يعني آمنة جاوبت صحيح أخذت 100% وهي طلعت الأولى، والإجابات تبعهم يعني فيكي إنك تنزلي وتشوفي هذه الإجابات القاطعة، وممكن إنك كمان تعمليها سكرين شوت وبتحتفظي بها، وبيكون عندك كمعيار تقدم أو معيار مراقبة للطلاب، أوكي؟ طيب أنسخ سلايد، هاي عملنا أنسخشن أوف، يعني أمرت أعطيت أوردر للكلاس بوينت
حتى يوضع لي هالشريحة هايدي تبع الشرائح يلي أنا حضرتها. أوكي؟ راح نشوف كيف. شفتوا كيف أصبحت هايدي شريحة عندي؟ ما كانت في الأصل بس بعدين أصبحت عندي كشريحة. طيب أنا هلا بدي أشوف إذا كان بدي أشوف إذا كان واضحة هاي النقاط، وممكن أواصل معكم ونمر للأسئلة التانيات ولا لا. كتير الأجواء حلوة معكم في الشات، يعني بتاركيني بدرب وبتضحكوا وبتمزحوا مع بعض في الشات. أنا حرام نهون على مس، منهون على مس عفاف مسرعة ونجاوب غلط فمنهون عليها. ما هي يعني كتير طلاب متفوقين وبيسرعوا بدهن الكاسة بيروحوا وبيجاوبوا من غير ما يتأكدوا من الإجابة تبعهم. ما عليك يا أستاذة عفاف، أنا متأكدة منك أستاذة ولا أروع، بس المرة الجاية بتركزي أكثر. أنا خفت. بدك الكاسة، شفتي شلون الكاسة بتعمل معنا الكبار، فما بدك الصغار شلون. يعني حقيقة كان بودي لو صورت فيديو والطلاب بيشتغلوا على الكلاس بوينت وشفتوا جو المرح والسعادة وشلون بيكونوا مركزين من قبل لا يشتغلوا بعدين في الكلاس باي. يعني ريت الدرس بيمر ولا أروع، لأنه الكل بده يركز لا يعرف الإجابة لبعدين. بس الإجابة الخطأ شعور فظيع. فما بالك بالطلاب. لهيك بدنا دايما نهون على الطالب، وبدنا دايما نشجعه ونقول له خلص أنا متأكدة أنك رح تجاوب في المرة القادمة أحسن، وأنا بعرف أنك ما شاء الله عليك، وأنا كذا وأنا كذا. إن شاء الله غير مرة رح أعمل مع الأستاذة شوقية والأستاذة خولة في التنمية البشرية، بتكون كتير رائعة على الطلاب، وشلون بدنا نحفزهم وننشط الذاكرة تبعهم وننشط رغبتهم في التعليم والتلقي المعلومة في عصر العولمة وعصر الملتي ميديا. أوكي؟ طيب. أنا لسه ما شفت الواحد، يعني كل شيء واضح ولا لا؟ ما شاء الله عليك أستاذة مرجانة، كتير حلو اسمك. أستاذ حسين، أستاذة عفاف، ما شاء الله عليك، باينة من إجابتك شو شو محرز معك يا الكلاس بوينت. الله يخليك يا أستاذة مرجانة. طيب راح نواصل، الله يحفظكم إن شاء الله يا رب. طيب هوني ما هي معلوماتك على منصة كلاس بوينت؟ هوني الطالب بدي إياه يعمل لي سؤال جواب قصير، يعني رح يحط لي كلمة جملة بس مو فقرة، يعني بيحط لي معلومات قصيرة على مدى معلوماته على كلاس بوينت. أوكي؟ طيب شلون بدنا نشتغله؟ كمان مرة بختار السؤال، في كل مرة بختار أنا نوع السؤال. حط إيدي هون، short answer. هون بيقول لك في أنك تضيف اسم الطالب يلي أجاب، وإلا أنك تخفيه، رح خليه ظاهر. أوكي؟ كمان مرة بيقول لك بدك تبدأي مباشرة مع السلايد ولا لا، بدك تخفي الإجابات، بس هيدي بتعطل كتير، يعني ما فيكي بعدين إنك تحصل عليها بسهولة. أوكي؟ طيب رح أفعلها وإنتوا رح تكتبوا شو ما بدكوا. يلا يا شطار بيني إجاباتكوا، يعني أنا اللي صار لي زمان، صار لي ساعة ونص وأنا بدرس على الكلاس بوينت، وين راحت معلوماتكو؟ ممكن أني أظهر الأجوبة؟ طيب تطبيقة تفاعلية، أستاذ فتحي رائع، أستاذ عفيف أحسنتي، برافو برافو برافو، إجابتك رائعة وإجابتك جميلة جدا، منصة تفاعلية، شفتوا كيف تحسنتي؟ شفتي شلون إجابتك رائعة لما أنت تنتظري وتكوني مركزة معنا؟ جو أنت كيف نجوى الرائعة، أهلين حبيبتي نجوى كيفك؟ أستاذة واضحة سهلة وتفاعلية،
هيدي يا حبيبتي ليش بسمعنا ضحكاتك الحلوة؟ أداة جميلة يعني أنا كل قلت هيدي راحت مني معنا. منصة تفاعلية نرفع عليها فيديوهات وأنشطة ومسابقات. التواصل أداة تساعدنا على الإنجاز. منصة تعليمية مدعمة لعملية التعليمية ومكملة. أحسنتي. منصة تفاعلية وممتازة مثلك تماما. ممتازات وممتازين. تطبيق للإنجاز. لا ما أنا ما بقول امتحانات بس تقييمات، هي تقييم، تقييم لمستوى فهم الدرس. منصة تفاعلية وسهلة وممتعة طبعا. أداة تفاعلية تضاف على الباوربوينت تسهل عملية التعليم عن بعد. أنت كفيتي ووفيتي أستاذة فاتن. تدريب مبسط ورائع. هذا للتدريب بس أنا بدي على الكلاس بوينت. يلا يا وفاء ما عليه راح أقبل إجابتك هاي المرة لأنك تلميذة شطورة بس غير مرة بدك تركزي في نوعية السؤال حبيبتي. طيب منصة سهلة وموفرة أي موفرة الوقت والجهد طبعا. أرزاق عنده أسماء كتير حلوة في الخليج وفي دول المشرق. نستلهم منكم الأسماء إحنا في تونس. طيب كمان مرة في اللايف ستيت بيعطيك من جاوب لسه في 4 ما جاوبوا. يلا يا حبايبي يلا يا شطار بدكم تجاوبوا. أنا بدي إجابتكم ولو كانت ما عندك فكرة بتكتب لي إنه ما عندك فكرة لحتى أنا أستطيع إني أساعدك حبيبي. يلا حبايبي يلا ما عليه بتكتبوا الإجابة يلي عندكم أنا رح ساعدكم أخذ بيدكم وبنروح لمرفق الأمان مع بعض. بس لما ما بتكتب لي إجابتك ما بقدر أساعدك. يلا يلا يا شطار تكتبوا الإجابة. أستاذة آمنة منصة تعليمية مدعمة للعملية التعليمية مكملة للتعليم الرقمي طبعا. رح شوف مين ما جاوب. أستاذ لطفي بدي إجابة. بثينة وين الإجابة يا بثينة؟ منيا مزمول هيك صحيح أستاذة شوقية؟ أستاذ مزمول بدي الإجابة تبعك. مزمول نزمول from Bangladesh. Yes مستر نزمول رح يكتب بالبنغلاديش. شو عليه؟ اكتب لنا بالبنغلاديش. ممكن يسمعه بالإنجليزي ولا بيفهم عربي؟ يفهم عربي يفهم عربي. طيب أستاذ نزمول تكتب بالبنغلاديش لو بدك ما عليه ما لازم تكتب بالعربي. يلا yes, أستاذة بثينة طيب شفنا شلون بدنا نعرف الطلاب من لايف ستيتو. بس بتشوفي مين جاوب مين ما جاوب مين ممكن بيكون ما عنده الإجابة ولا هيك تروحي وبتشجعي ليحصل على الإجابة. ممكن كمان انت شفتي أسماء الطلاب يلي هن ما جاوبوا وبتعرفي انهم عندهم صعوبات معينة. ممكن بعد ما تحصلتي على 21 من الإجابات بتروحي وبتعطي دعم تعطي معلومات تعطي مساعدات خفيفة ليستطيعوا انهم يجاوبوا بيصيروا هيك ظهر اسمهم وبيفرحوا كتير لما الطلاب بيشوفوا اسمهم الظهر. اوكي يلا يا منيا. منيا حبيبتي ممكن ان احنا شرحنا وقلنا انها هي منصة رائعة هيك تعطيها لمحة على الاجابة يلي راح تكتبها. لطفي ما انت حضرت معنا انه منصة الباوربوينت هي منصة تفاعلية جيدة. سيدتي لقد اجبت منذ مدة. ولماذا لم تظهر إجابتك؟ أكيد أنت جاوبت وما ضغطت على سبمت. لا 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 جاوبت ورأيت إجابتي على الشاشة. بس ليش؟ الإجابة الثانية لا جاوبت الإجابة الثانية. بس هو ما أخذ إجابتك. سي. ما بعرفه. أنت داخل من الموبايل ومن اللابتوب ولا هيك؟ داخل مرتين. لا من البي سي. يمكن مرتين. بالي واحد برك. طيب هو ستير هو اكيد لا عنده حق انا داخل مرتين فعلا لانه هو ما بيغلط. طيب استاذ ممكن تطلع من واحد فيهم حتى تسمح لزميل ثاني يدخل صحيح. معنا طيب دخلت خرجت نفسي. اوكي شكرا شكرا. طيب راح اعمل كلاوس
كمان مرة بيقول لي بدك تاخذيها هالشريحة هايدي وتحفظيها، بقول له answer answer a slide. شفتوا كيف بياخذها؟ بياخذها، راح نشوف بعدين. وكمان سيف، ممكن اني اسيفها. راح تطلع هي، اخذ هالي، شفتوا اخذهم كلهم، كل الاجابات مش واحدة، كل الاجابات راح ياخذهم، راح نشوفهم، وبتبقى عندي. اوكي، واضحة النقطة هاي؟ وبعدين بترجع على البيت وبتصير تشوف يعني مين اللي تبع معك، مين اللي عنده صعوبة بتحضري له تمرين خاص إله، ممكن ترسلي له لو أنت عاملة جروبس ولا هيك، بترسلي له أسئلة داعمة لحتى المرة التالية بيكون معك في الدرس حاضر وهيك، بتصيري تتعاملي كل طالب لحاله. طيب هنا شو بدنا ناخذ كأجوبة؟ اختار المعلوماتي على مع منصاتي، وهيدي أكيد المتدربين الحلوين كانوا حضروا مع الأستاذة خولة ومع الأستاذة شوقية على الكثير من المنصات مثل بانسي ويكلت كلاس بوينت مايكروسوفت وفليب جرين، لأنه الأستاذتين الكرام ما بخلوا علينا بأي نوع من أنواع التدريبات، وكانوا كل مرة بيسعوا حتى وإن أعادوا نفس المنصة، لأنه بيصير فيها دايماً إحداثات جديدة وتغييرات جديدة، فبيروحوا بيعيدوا التدريب. طيب مشكورين أستاذة خولة والأستاذة شوقية، وما يفوتني أني لما بشوف بنسي دايركتلي بفتكر جازية وهادية يلي أبدعت في البنسي وعربوا هايدي المنصة. الفضل إنهم لتبقى هايدي المنصة منصة بتعترف باللغة العربية. وكمان مرة بطلب الضحكة الحلوة تبع هادية. طيب بنتظرك يا هادية، رح نعمل سلايد درو. اوكي، طيب شو بتسمح لي هالسلايد درو؟ سلايد درو بتسمح لي اما انه الطالب لو انا عندي قلت لكم سيكل دو في، او عندي عملية حسابية رح يكتب لي الاجابة، او عندي رح يربط بسهم، أو رح يرتب لي عندي نص مشوش ورح يكتب لي الأرقام من 1 لـ4 أو لـ5، بستطيع أني أعمل slide drawing. أوكي؟ طيب هنا كمان مرة بيقول لك لو بدك تخفي الأسامي للطلاب، لا ما بدي أخفيها، ما بدي أنها تبدأ مباشرة، أنا بدي أشرح للطلاب شلون بدهم يشتغلوا، رح أوريكم كيف. لا مو هون، أنا وين راحت؟ أوكي؟ طيب أنا راح أخذ وقتي لحتى تشتغل هايدي، بقول لهم هايدي بنسي ويكلت كلاس بوينت، يعني لازم إن نعطي مجال للطالب تيفهم السؤال قبل ما نفعل، وهايدي فليب جريد، هايدي أسامي المنصات، وهايدي رمز لكل منصة، وراح أنتو تربطوا بين اسم المنصة والصورة تبعها، وعندكم يا شطار الأقلام، وفيكم أنكم تغيروا الألوان، بتشتغلوا زي ما بدكم، بدي ألوان زاهية وألوان جميلة، وبتشتغلوا في هيدي السلايد. أوكي يلا نبدأ. خلاص خلاص، لا ما بتعيطوا ما بتصيحوا، بدي بهدوء. يلا عارفة أنكم متحمسين، بس الهدوء واجب. يلا رح اضغط 1 2، يلا يا شطار رح نبدأ. كمان مرة رح اخفي الإجابات عشان ما يتغششوا، والتلميذ الضعيف يحاول لحاله. بدنا ألوان، يلا لونوا حتى بالإجابة لحال. ما شاء الله عليكم، عشرة إجابات، يلا البقية كوثر، يلا البقية
وين رحتوا يا شطار؟ يلا هيدا سؤال سهل لكم. دنيا فيكي انك تسحب الإجابة وتعيديها لأنك أرسلتي قبل ما قبل ما تجاوبي، رح أمسحها. أحسنتي كثير حلوة كوثر، كثير حلوة زينب كمان، حلوة كثير إجابتك، تلونوا تجننوا أنتوا ولا أروع ولا أروع، طلاب كثير حلوين أنا بحبكم كثير كثير. تقريبا كل الإجابات صحيحة ما شاء الله. أستاذ عفاف ما بدنا نضحك، أستاذ عفاف أنت شطورة، شو هيدا ولا إجابة؟ رح امسحها وتعيدي حبيبي، يلا ما عليك. مع الأسف يعني مش عارفة علق معايا كان بالعافية لما رح امسحها وتعيدي الإجابة، يلا ما عليك. والله التدريب معكم ممتع كثير، بدي ألقي نظرة على الشاب تبعكم، حلوين كثير. طيب المهم انه ما في حدا غلط في الكلاس بوينت الحمد لله، وكمان ما في حدا منتشر. وصل لاربع دقائق وراح سكر. يلا يا شطار اسرعوا اسرعوا اسرعوا، وعملوا لي كثير حلوين، بدي ملونين. يلا فاضل 30 ثانية. يلا يا حبيبي بده يخلص، لسه 18. يلا آمنة وضحة وضحة، بدي إجابة حبيبي. يلا أيكون، يلا حسان، يلا وفا وفا، يلا حبيبتي متعودة تجاوبي سريعة، بده يخلص الوقت. يلا حبيبي، يلا يا شطار، رح أعطيكم كمان 10 دقائق. يلا مشان أنت شطار، مشان عارفة إنه الإجابة عندي. يلا حبيبي خلص بدي سكر هلأ. أوكي كمان مرة رح احتفظ بهالسلايد الحلو تبعكو عندي اولا، وبعدين كمان رح قلو انسير ريزالت. اوكي ورح سيفها. اوكي هون بيحط لي مش الكل، ما بياخذ شريحات الشرائح كلها مع بعض، بياخذ بيقول لي هذه مرجانة بلوشية، آسفة إذا كنت أخطأت. وعشان أنا رح ناخذ فور إكزامبل الإجابات واحدة لوحدة، والطلاب بيصيروا يصلحوا لبعض، بيكون أحسن وأحلى. أوكي بناخذ واحد لواحد، بنروح للتالي. هيدا تبع بثينة، بثينة أحسنتي كل الإجابات حلوة وصحيحة ما شاء الله عليك حبيبتي. يا حبيبي عليك يا آمنة، شو هيلا، شو بدي أعمل مكبر وأتبع خط بخط. خلاص كله صحيح ما شاء الله عليك آمنة حبيبتي ما شاء الله، يعني بروح وبشجع الطلاب تبعي. ياسر كتير حلو الأحمر، إجاباتكو ولا أروع، إجاباتكو جميلة جداً، أنتو شطار وبتراجعوا، يعني بالتونسي نقول الراجع، يعني بتعيدوا درسكو وبتدرسوه وغيره. قلب جميل جداً، طبعاً هادية الحلوة، شكراً حبيبة قلبي، شكراً حبيبتي، يعني كوثر ولا أروع جميل جداً وغيره، يعني بنشوفهم كلهم وبنصلحهم في البورد. ليش؟ لأنه أنا بصلح من سلايد لسلايد
بيصير عملية التخزين المعلومة، وهذه مداخلتها من التنمية البشرية، يعني تخزين المعلومة بتصير بالنظري وبالسمعي لما بيصلحوا لبعض مرة فمرة بسلايد بسلايد، خلص المعلومة رح تترسخ عندهم وبيصيروا حافظينها وما في لازم لنعيدها كمان مرة. أوكي؟ أوكي. هنشوف ونشكرها هايدي كمان مرة هادي على القلب الجميل تبعها. طيب هيدا رح نطلعه لبعدين. نعم انتي ممتعة ما شاء الله عليكي، بنبسط لما بتقعدي تعززي فينا. والله انتو الحلوين وانتو الكويسين يعني، وحببتوني في التدريب وبتتناقشوا مع بعض على الشات وحلوين وبتضحكوا، رح نضحك لما نخلص التدريب ان شاء الله. طيب احنا عملنا الدرس وخلصنا وهيك بنروح بنحمله زي ما قلت لكم بي دي اف ليصير هذا الدرس ما راح على الفاضي، والطلاب ممكن يرجعوا له بعدين في صيغه باوربوينت، في صيغه سامحني بي دي اف. سو هذا بياخذوا يمسحوا الكيو ار كود، او كمان في امكانيه انك تعطيهم هيدا الرابط، تعطيهم الرابط تنسخيه هيك. لحظة رح يفتح. هاي هو الرابط. يفتح عندك. تروح تاخذيه. بطيء شوي. بتقول له كوبي. شفتوا كيف اخذوا ك بي دي اف كل اشي احنا هاي كل اشي احنا عملناه هو اخذوا بي دي اف كل الدرس يلي انت اشتغلتي فيه وكل الاجابات وكل يلي بدك فيه. ممكن انت ما تخلي هيدي الاجابات، يعني ما بدك الطلاب يحتفظوا باجابات بعض وراح يصيروا يضحكوا على بعض وانت ما عرفت اشي وانت كذا وانت كذا، يعني ممكن انك ما بتتركي السلايد هذا تبع الهن، يعني بتصيري تحمليه بي دي اف وبعدين بتنزعي الصور يلي ما بدك فيها وبعدين بتعطيها من رابط، او خلص هن طلاب وكبار وما بيعملوا هي هيدي الاشياء، بتصيري بتاخذي هالرابط وتعطي لها اياهم في الجروب تبعك ولا في على الفيسبوك ولا على تويتر، يعني هن وين مجتمعين معك. اوكي طيب، او يمسحوا الكيو ار كود، هو لسه ما خلص بيعطيكي فرصه ليمسحوا الكيو ار كود. اوكي طيب نرجع للباوربوينت تبعنا، شو عنا كمان؟ طيب هيدي بيعطيك بيقول لك مين يلي ربح معك، مين يلي اجاب اجابات سريعه وغيره، بعيدها لك كمان مرة يعني لو بدك إياها مباشرة بدك يحتفظي، يعني لو أنت عملتي غير كذا سؤال بالكمبيتيشن. أوكي يعني هو في الأول كل سؤال بيعطيكي نتيجة تبعه، بس هيدا من هاي الأيقونة بيعطيكي خلاصة الثلاث ولا الأربع تمارين يلي أنت اشتغلتيهم بالمسابقة. أوكي فهمتوا علي؟ اوكي آمنة لو بدك تاخذيها هيدي وتحتفظي فيها، يعني انت الاولى، انا هيك بترك مجال للطلاب تبعي انه بالمرتبة الاولى والتانية بيطلعوا على البورد ويعملوا صورة للترتيب تبعهم وبيكونوا كتير مسرورين. طيب هذا لو بدك انك تمسحي كل اشي اشتغلتي وكل الاجابات، عندك فصل تاني، عندك فصل كمان بعدين راح تعطيه نفس نفس التمارين ونفس السلايد، تمسحي كل الأجوبة وبيظلك السلايد لحاله. أوكي هيدي لو بدك تعملي أسئلة سريعة وتدخلي على الكلاس باونت من وجديد. أوكي في كمان ريسورسز في الكلاس باونت بدك تحصلي عليها، هيدي الكوميونيتي اوف كلاس بوينت، هيدي الفيديو توتوريال، هيدي السامبل فايلز ممكن انك تشتغلي فيه،
يعني ممكن نتصفحه. هايدي بيقول لك انك ممكن تشترك معنا على تويتر تبع الكلاس بوينت، ممكن انك يوتشير يور ورك لينك ان، وممكن انك تدخل معهم يعني كعضو، مش عضو بس انك تصير فولور تبعهم من هون على اعتقد اسمها نسيت اسمها، راح اشوفها. بنترست. اوكي بتسجل معهم. اسف هون على الفيسبوك تبعهم ممكن انك تشارك يور ورك هنا على الميسنجر وغيره. اوكي طيب شو في كمان؟ هاي ذم السامبل كتير حلوين، يعني ممكن انت بدك درس ممكن بتلاقيه هوني وبتشتغلي عليه وبتغيري فيه وبتشتغلي عليه. خلاص اوكي شو في كمان؟ اوكي هايدي قلنا يلي بدك انت تتصل فيها من الفيدباك والأباوت. خلاص طيب انا هلا عن جد خلصت، بدي ياكو نعمل كمان اشي. هايدي قال لك سؤال، ضع صورة تعبر عن مدى رضاك عن هذا التدريب. هون شو نوعية السؤال؟ راح ضيف صورة، هون بيعطيني اني راح ضيف صورة. ممكن تسحبوا سنفور غضبان لو بدكم، لو ما عجبكم التدريب يعني. هذه ما راح ابدا مع اهلين حبيبي، ما راح ابدا مع السلايد. خلاص انتوا تعودتوا على هذه الاوبشن. طيب كمان مره راح اوريكم شلون تفعلوا. ريتوا هذه الايقونه تدعس عليها وبتفعل لك التمرين. يلا رح تسحبوا منه شو ما بدكم ولا يهمكم، ما رح اضع الاسامي ولا يهمكم على راحتكم، الاسامي ما رح تكون موجودة، بس انا بدي تقييم فعلا، تقييم موضوعي للتدريب عشان اطور من حالي واغير من حالي وأتحسن بيكو ومعكو. إجابة واحدة لهالقد ما عجبكو التدريب؟ أربع إجابات يا ويلي، ما عجبهم التدريب شكلهم أستاذة شوقية. لا لا بالعكس، هسه راح أورجيك اللينيوت كتير آراء رائعة. طب الحمد لله، الحمد لله ما شاء الله عنك يا أستاذة إنصاف، ما شاء الله يخليكي. أستاذة إنصاف حبيبي، أنا اخترت الصورة يسعد لي إياك يا رب، بس مش عارفة أعملها مشاركة. تعملي سبمت، سبمت تبع بترسليها، مش عارف يعني عامل لي تحديث. ارسلي لي التشير، عامل لي تحديد لها هلا بورجيك. ارسلي لي سكرين شوت رح اشوفها. انا حاطه قالب كيك بنكهه الجغرافيا. ارسلي لي سكرين شوت رح اشوفها. أستاذة حولة بعثت لك صورة جميلة يا ريت تشوفيها. أوكي حبيبتي أنا بعثت على تكسارك. شفتوا كيف؟ أنا ضحكت عليكم قلت لكم ما في اسم، بس هو في الاسم. يا حرام شلون غشاشة أنا. نصرة أسعد الله قلبك، شكرا شكرا حبيبتي وفاء الله يخليكي. شو حلوة هالزهرة، ما أنتكو كلكو زهير والزهور، والله ريحتكو الفواحة واصلتني لهون. حولي كتير حلوة هالصورة، هي لابنك؟
الله يحفظ لك إياه، الله يحفظ لك إياه يا رب. نجوى الحلوة، شكرا مرجانة الغالية، الله يخليك. أستاذ فتحي شكرا، سلمت يديك أيضا. أنا والله بدي إنه هذا التدريب يكون صدقة جارية عوالدي الله يرحمه، وإن شاء الله تكونوا استنفعتوا، وإن شاء الله يا رب بتواصلوا في الكلاس بوينت لأنها رائعة، بيكون الأجر تملي بيوصل للوالد الله يرحمه. سأسمح لنفسي في الالتحام. ما قدرت أدخل على الكلاس بوينت، فبعت لك الصورة على الشات، وربنا يرحم الوالد الله يخليك ويعطيك ألف ألف عافية، فعلا مبدعة ورائعة جدا. الله يخليك يا حبيبتي، تسلمي. أخت إنصاف. نعم أستاذ فتحي. أتمنى أن تكوني في الاستماع، رحم الله الوالد. أنا أقدر ذلك، وكنت سأقول ذلك صراحة حتى وإن لم تطلبي أنت ذلك، لأن نعرف أن ما تقومين به سواء في هذه الحلقة أو في حلقات سابقة هو بحول الله رحمة وسكن سعيد لهذا الرجل الطيب الذي ترك لنا مدربة رائعة في حجم إنصاف. اجتهدت، حصلت على المرتبة الخامسة، أنا سعيد بها ب 935 نقطة. ربي يبارك فيك، وإن شاء الله نقدمه في المستقبل القريب إن شاء الله. إن شاء الله، الله يخليك أستاذ فتحي، شكرا. الله يخليك يا أستاذة منيا. يلا شكرا إنصاف حبيبتي، وأنا ختمتها بعلم تونس. هو رحمة لوالدي ولكل والأمرنا الذين يعني رحمهم الله، وطبعا كلنا مدربين وأغلبنا يعني هي صدقة جارية لمن أخذهم القدر، وهو أيضا زكاة على النفس من هو متمتع بأوليائه، وإن شاء الله ربي يديم عليهم الستر ويزيدهم عمر طويل ويتمتعوا بهم. أضفت علم تونس لأقول أيضا مع بعض ندفع بهذا العلم عاليا، ونحاول أن نرد البعض من جميع تونس علينا، يعني بالنهاية أن نصل إلى هذه المراحل. شكرا لتونس كما قدمته للمرأة التونسية، وقريبا نعيد المرأة. أنا سعيدة جدا أن أكون تونسية تونسية وشكرا للجميع. يا هادية، سأقول ما تعرفينه عني، نساء تونس نساء ونصف، مع كامل احترام لكل نساء العالم، ربي يبارك فيك. والله هن هذه مقولة شاعرنا يعني الجميل حول المرأة التونسية، باعتبارها بالفعل يعني كانت أول مرأة تونسية سائقة طيارة في العالم العربي، أول مرأة كانت دكتورة، أول مرأة كانت طبيبة، أول مرأة تونسية كانت طبيبة في العالم العربي، أول أستاذة كانت تونسية. ولهذا هو قال نساء بلادي نساء ونصف. ولكن الشكر الجزيل لكل نساء العرب، لكل مرأة عربية تحضر معنا، وأحيانا نسمع عبر المايك صراخ الابن وصراخ الزوج وقلق العائلة بأجملها من متابعتنا المتواصلة لهذه التدريبات من أجل أن نتقدم مع بعض. ولكن فعلا تحية كبيرة لكل مرأة تحضر معنا، وأنا أعرف وأعي كما يقول الأستاذ فتحي ما أقول، يعني كل مرأة معنا بالفعل، يعني أن تحضر هذه المحاضرات وهذا الكم الهائل على حساب أشياء أخرى أيضا هامة جدا في حياتها، ولكن أيضا من حق أن تكون متميزة ومميزة. وشكرا لكل عام، ونسائنا في العالم العربي بألف خير. السلام عليكم. تفضلي. كل عام أنت بخير يا هادية ويا جازية ويا إنصاف ويا أستاذة شوقية وخولة أستاذ فتحي وكل الموجودين. يعني بجد اليوم على الرغم أني آخر مشاركة مش عارفة يعني أنا أشارك فيها، إلا أني يعني من محاضرة اليوم مستمتعة فيها وماليش خاطر تخلص صراحة، يعني كانت أكثر من رائعة. حسيت حالي طالبة بالصف
الخامس. انا معلمه بشجع طالباتي، لكن اليوم حسيت حالي طالبه صغيره. وتشجيعك الرائع، كلماتك المميزه، اسلوبك يعني عن جد اكثر من رائع. شكرا لك انصاف. شكرا استاذه شوقيه واستاذه خوله اللي اتاحوا لنا الفرصه العظيمه الرائعه نشوف الوجه البشوش المميز يعني الرائع. يعني ما ابتسامتك ما فارقت شفايف، ما فارقت شفتيك، وما شاء الله عنك يعني ولا وجهك. يعني عن جد شكرا، يعطيك الف عافيه. شكرا يا استاذه عفاف، برضو انت ما شاء الله دائما دائما لك وجود ولك بصمه، كلماتك دائما بتحفزنا وبتشجعنا كمان. وفعلا ما شاء الله استاذه انصاف ابدعت، يعني ما خلتش حدا ساكت طول الوقت، بتتحرك هم وخلتكم انتر اكتف كثير كثير. معلش سامعيني فولا، انتر اكتف يعني متفاعلين. حبايبي انتوا انا بعتبركم اسرتي الثانيه والله. قولي يعني سرتي بس عنكم حياكم الله. يعني شكرا لك. شكرا يا استاذ فتحي على كلماتك. حاسه حالي، حاسه حالي بين عيلتي. صح والله. السلام عليكم. السلام عليكم. صرنا رفقه، صرنا رفقه من غير ما نشوف بعض مباشره كثير والله. وشكرا لنا للمره الالف. الله يخليك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. انا بدوري اشكر الاستاذة انصاف، لاول مرة احضر لها حصة تدريبية. فعلا حصة رائعة ما شاء الله، بسمتها كما قالت الاخت شوقية لم تفارق، او استاذة عفاف لم تفارق شفتيها، وهذا في الحقيقة يحفز الطالب والمتدرب كيفما كان صغيرا او كبيرا. الشكر موصول للأستاذة شوقية، الأستاذة خولة، الأستاذة عفاف، جازية، الأستاذ فتح الرائع، الكل، الحضور الكريم. إذن أشكرك أستاذة إنصاف، والرحمة للوالد ولوالدينا أجمعين. وفي الحقيقة هذا من بر الوالدين، كل تدويناتك تطلبين له الرحمة. فقط أختي الكريمة، نحن في الحقيقة في الحياة فترة ونرحل، يعني لن يبقى على هذه الدنيا أحد، ولذلك يعني علينا أن ندعو لآبائنا، ولكن نبقى دائما متفائلين، وهذا باد على وجهك في الحقيقة، لا داعي لي أخوض في هذا المجال. شكرا أستاذ إنصاف مرة، والمرة الألف بعد الواحد. شكرا لكم جزيلا. شكرا أستاذ حسن، حياك الله وأهلا وسهلا فيك. وإنت ما شاء الله برضو استضفناك أكثر من مرة ما شاء الله، كنت مدربا رائعا ما شاء الله عنك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أستاذ أمير. الله يسلمك. شكرا لك يا أستاذة شوقية على اختيارك أساتذة أفاضل الممتازين ما شاء الله، ربنا يبارك فيهم. واليوم أنا بعيد محاضرة الكلاس بوينت الأسبوع القادم، فأنا اليوم استفدت جدا جدا، وما شاء الله بناخذ الروح الجميلة دي يعني من الأخت أنصاف ونعطيها للحضور إن شاء الله، ونشكركم جميعا. شكرا استاذ امير وحياك الله وما شاء الله عنك. شكرا لك. الله يبارك فيك. يعني راح تبعث لنا الدعوه ونحضر معك وندعمك ونتشرف بالحضور ان شاء الله. الله يشرفك. هذا ان شاء الله باذن الله تعالى، باذن الله هي الجمعه القادمه ان شاء الله. بنوه استاذ انصاف بعثنا الفورم للحضور عشان الشهادة، يا ريت يكتبوا اسمهم وايميلهم بشكل صح، وان شاء الله بتوصلهم مباشره الشهاده عبر الإيميل بإذن الله. أستاذة شوقية، أنا بدي بعد إذنك ترسلي لي الإكسل تبع الحضور عشان يتمتعوا بشهر مجاني من كلاس بوينت إن شاء الله بإذن الله. ولا يهمك، فيه هو أكيد فيه الجيميل يعني الميسنجر تبعهم. أكيد أكيد إن شاء الله. ولا يهمك بإذن الله إن شاء الله. إن شاء الله. الله يرضاني. إذا في أي سؤال أستاذة خولة تفضلي، شوف الأسئلة. في ناس رفع. أستاذ إنصاف لو سمحتي ملاحظة. تفضل أستاذ فتحي. والله أنا اضطررت إلى عدم تفعيل الشات، يعني لن أرى لا شات حضور ولا كوت
حتى أتمكن من متابعة الحصة، لأن عندنا مشاكل في الإنترنت ربما أنت تفهميها أكثر من الحضور. ربي يبارك فيك إن شاء الله. راح أرسل لك الفورمز على أهلاً وسهلاً. إن شاء الله. منتشرف يا أستاذة إنصاف، أنا من فريق نحن مبادرون نحو القمة، وزميلتي خبيرة مايكروسوفت برضو العالمية مثلنا إن شاء الله الأستاذة خولة مرياش من مجتمع فلسطين التعليمي، أن نقدم لك شهادة شكر وتقدير بمناسبة هذه الورشة الرائعة والمميزة عن كلاس بوينت، وإن شاء الله دائما من تميز إلى تميز بإذن الله إن شاء الله. وأيضا أتشرف بك أن تكوني سفيرة للفريق، فريقي اللي هو نحن المبادرون نحو القمة، وإن شاء الله دائما تكونين في القمة بإذن الله. شكرا شكرا أستاذة كريال، الله يخليك. أيضا أتشرف بمنح هذه الشهادة لزميلتي الرائعة أيضا والمميزة الأستاذة خبيرة مايكروسوفت العالمية أستاذة خولة مرياش، أيضا بأن تكون سفيرة لفريقي، لأنها أيضا دائما نعمل توأمة وعدة لقاءات مع فريقي وفريقها، فأتمنى أن تقبلها مني. ألف مبارك للجميع. أشكرك أستاذة، أشكرك كل شيء حبيبتي، الله يرضى عنك يا رب. ما شاء الله ما شاء الله، الله يخليك لبعض والله يحفظك لبعض. طيب لو في أسئلة شوقية تفضلي أستاذة خولة، إذا في أسئلة. في الأستاذة جازية زمان رفع إيدها، تفضل أستاذة جازية. غادرت أبصر لي. طب الأستاذة ماوية تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا أستاذة ماوية، كيف حالك؟ الله يسلمك، يعطيكم ألف عافية ويديكم الخير. بس حبيت أشكر الأستاذة إنصاف على تقديمها الرائع، يعطيها ألف عافية وإلى الأمام دائما، وشكرا للمضيفات. الله يخليك. شكرا شكرا لك يا أستاذة، يعطيكم ألف عافية. الله يعافيك وحياك الله. يلا أستاذة ماوية الله يخليكي، شرف إلي حضورك، يعني أنا عارفة أنت مشغولة كتير هالأيام، بس الله يخليكي والله كتير فرحني حضورك حبيبتي. لا بالعكس، أنا شرف إلي طبعا أكون موجودة، وأنت عارفة يعني، بس والله خصوصي أطلع على الوقت وأدخل وأرجع أشتغل وهيك، لأني أكيد يعني لما تكوني لازم أكون موجودة. يعطيكم ألف عافية. أهلا وسهلا أستاذة ماوية، نورتينا، أهلا وسهلا فيك. أهلا داليا. أهلا السلام عليكم. وعليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله خير. هو أصلا حبيت أشكرك، عايز الأول يعمل الإعدادات اللي فيه عشان يظهرش أي حاجة. أستاذ أمير، أستاذ أمير لو سمحت انتبه على المايك لو سمحت. آسف معلش. شكرا أستاذة، جزاك الله خيرا على المحاضرة، وما شاء الله أداة كلاس بوينت أداة ممتعة، ولما بيكون مدرب كمان في شرحه بسيط وسهل بيدي للأداة ويزودها كمان قيمة، جزاك الله خيرا. شكرا أستاذة شوقية على المحاضرة الجميلة دي. شكرا إليك وأهلا وسهلا فيك ونورتونا، أهلا وسهلا فيكم. تفضلي استاذه شوقيه. انا نزلت رابط اليوتيوب والتويتر والفيسبوك تبعي، ونزلت اكواد الحصه، يعني لو في اي سؤال ممكن يكتبوه على اليوتيوب ولا تويتر ولا اي شيء وراح اجاوبهم، وكمان على يوتيوب الفريق لانه كمان راح اجاوبهم حتى هنيك اذا تسمح الاستاذه شوقيه، يعني نعم. اي سؤال انا خدمه للفريق إن شاء الله. شكرا لك، شكرا على سعة صدرك وتعاونك، ما شاء الله عنك. في عنا الأستاذة خديجة، تفضلي أستاذة خديجة. أستاذة ما في حدا تاني رفع الأصبع أستاذة أنصاف، يعني تقريبا الكل يعني حكى، ما بعرف إذا في حدا تاني حابب يحكي. في أستاذة دليلة
ليلى ولا خديجة؟ في خديجة وفي داليا. في خديجة وفي داليا. داليا حكت. حكت معناته منزل إيدها. هاي خفض اليد. أستاذ نزمل. Yes, Mr. نزمل. If you have any question, you can ask it either in English or Arabic and I can translate it if you want. Never mind, Ms. Farah Shawqiya. I can understand the English language. Yes, thank you. I mean for yes, the attendees. Yes, you can answer to you. Okay. Yes. Okay. Yes. ممكن رفع أصبع اليد من أول اللقاء. خلاص نزلته. خديجة سألت. مس خديجة سألت. لا خديجة إذا سمعتنا. نعم. تفضلي مس خديجة. طيب أنا فقط إلي رجاء إنهم يفعلوا الأكواد لأنه كذا مرة بنحضر لقاءات وبنعطي الأكواد بس للأسف ما بنلاقي كتير بيفعلوا الأكواد وهي الأكواد فيها امتياز لإلكو ولإلنا على حد السواء يعني لو سمحتوا فضلا وليس أمرا فعلوا أكواد المايكروسوفت شكرا. في أستاذة نجلاء يا أستاذة خولة كاتبة على الشات قرأتي سؤالها أستاذة خولة لا ما انتبهت أنا طيب أنا بقرأه عنك إذا مش شايفتي بتقول لا. أنا نجلاء مكرم من مصر عايزة أكون سفيرة معلش صوتي مش طالع مش عارفة أتكلم ومبروك نعم. حابة تكون سفيرة شو ممكن تحكي لها يا أستاذة إنصاف طيب بالنسبة للسفيرة يعني هي الشرط في شرطين يا إما أنك تنزلي فيديو على اليوتيوب بيحكي على الكلاس بوينت ويحضروا أكثر من 1000 منخرط تبعك أوكي؟ أو أنك تعملي تدريب وبيحضروا 200 شخص وهيك ممكن أنك تصيري سفيرة تبع الكلاس بوينت أوكي؟ يعني هو في فورمز بتعمريه وبتحطي رابط التدريب إذا كان حضر معك 200 شخص أو رابط اليوتيوب يلي حضروا 1000 شخص أوكي؟ واضحة الإجابة؟ أكيد واضحة أستاذة نعم شكراً بس والله هم هيك مكتبين كثير يعني بدهم 200 حدا بس تدريب. أستاذة خولة يعني هني ما بيشترطوا تدريب لحاله ليحضروه 200 يعني ممكن تعملي كذا تدريب والمجموع الحاصل للحضور بيكون 200 نعم إيه؟ ولكن إنصاف وخاف الجميل أستاذة شوقية في هذه التطبيقة يعني لست مضطرة أن تكوني سفيرة حتى تعملي عليها يعني يمكن أن تعمل ولك 25 في كل فصل وتستفيد من كل امتيازات الأداة بدون أن تكون سفير أحيانا لا نستحق لهذه الشارة اليوم قدمت إنصاف وليست سفيرة وهناك العديد أيضا يستعمل هذه الشارة هذه الأداة عفوا وليس لديه شرط سفير المهم أن تكون لنا أداة مثل أداة كلاس بوينت نعمل بها بامتياز مع أبنائنا وهذا أظن أنه أهم بكثير من أن نكون سفير أو أكثر أنا أظن أن أهم شيء هو هذا التفاعل ما بين المربين أو بيننا بين المربي وتلامذته فانتظار أن نحصل بعد ذلك على الشارة وتكون ثانوية مقابل امتيازات هذه الأداة في تسهيل الدرس والتواصل مع التلميذ سواء كان داخل الفصل أو عن بعد هكذا إنصاف؟ نعم صحيح نعم هي رائعة يعني لا ننتظر الشارة نبدأ في العمل ونستغل إمكانية الفصل المجاني 25 تلميذ يعني جيد ممتاز بارك الله فيك على هاي المعلومة أستاذة هادية وفعلا المفروض إلى حد الآن كتبك الجميلة يا هادية مش نسلم فيها رح نعم أهلا وسهلا قلت لك انتظروا إلى حد الآن تلك الضحكة الجميلة التي لطالما أمتعتني أنا دوما أضحك يعني ضحكتي منذ الجامعة هي علامة مميزة يعني لا يمكن أن أتخلى عنها ليس لدي الحق ما شاء الله الله يديم عليك الضحكة يا أستاذة هادية ما شاء الله أمين أهلا وسهلا فيك نورتينا والله استعدنا اليوم بهذه الحصة وهذه اللمة كما قالت
يعني بالفعل أصبحنا فلسطين وفلسطين أصبحت تونس، يعني عبور إلى جواز سفر، لسنا بحاجة لجواز سفر يعني. فعلا فعلا والله ما شاء الله ما شاء الله عنكم، دائما انتم بالقلب ودائما عن جد بنحس ان قريبين منكم، انتم قريبين منا. عشان هيك يا استاذه هاديه انت ما سمعتي الاغنيه عن الحلم العربي، حابه اعيدها عشانك. راح شيرها حلوه كثير. نعم تفضل استاذه شوقيه. نعم غهام اعتقد بيقول ملأت الفورم ولم أحصل على الشهادة، أعتقد هن شهادات بيوصلوا تباع على الإيميل يا أستاذة إنصاف مباشرة. إذا كتب إيميله صح، إذا كتب إيميله صح الشخص الحاضر إن شاء الله بتوصل. والآن رح أورجيكم إنه كلهن واصلات موجودات. هاي شوفة صحيح، هاي الشهادات، الشهادة في اللحظة وصلت، هاي الشهادات وصلت الشهادات ونزلناها على الاتشات يا أم شوقية. ألف ألف مبارك، شفت بعض الشهادات ما شاء الله. إذا كتب الإنسان إيميله صح على طول بتوصله. هاي ما شاء الله شهادات بدأت توصل للدرايف، إن شاء الله رح أبعث الدرايف للشهادة إذا ما قدر يوصله. هي واصلة أكيد، شوفها بالسبام بشوفها بالدرايف إن شاء الله. أستاذة شوقية، أستاذة نعم. شوقية نعم. عندي مشكل في تابعة هذا الفورمز، يطلب مني أن يعني أفتح حسابي مع جوجل، يعني عندي مشاكل أول مرة أعترض هذا المشكل يعترضوني. طيب أستاذ ممكن نسخ الفورم لو سمحت، انسخ الفورم اللينك نسخ وروح على متصفح ثاني جرب وإن شاء الله بتزبط. أوكي؟ إن شاء الله. إن شاء الله. سوف أترككم في آخر اللقاء مع هذا الفيديو لمن لم يشاهده، لأنه عن جد يجسد الوحدة العربية بين تونس وبين فلسطين والمغرب وليبيا وكل الدول العربية إن شاء الله. محسوبة يا عبرنا أجيال وراء أجيال، حتى عيش على حلمنا واللي نقول اليوم. محسوبة يا عبرنا أجيال يطلع بالليل لما يبقى يوم، إنما يقدر شعاع النور يوصل يدفع الزمان. يطلع بالليل يبعدنا يوم، إنما يقدر شعاع النور يوصل يخفى الزمان. حلمنا طول عمرنا حمي جنبنا جنبنا جنبنا. حلمنا طول عمرنا حمي جنبنا جنبنا. الحلم ما هو مستحيل مدى التحقيق الرباح، والليل لو صار طويل أكيد من بعد صباح. الحلم ما هو مستحيل مدى التحقيق الرباح. أستاذة شوقية. نعم نعم أنا كاني أحكي والمايك مسكر، سوري. بحكي إن كانت هناك أسئلة مع الأستاذة خولة فلتتفضل، وإن لم تكن سننهي الجلسة بالشكر الجزيل للأخت الرائعة المدربة المميزة الأستاذة إنصاف بن راشد من تونس الحبيب. من أرض فلسطين الرباط نطير لها أطيب التحايا والتبريكات على نجاح هذه الورشة الرائعة عن الكلاس بوينت، ونتمنى أن يكون
الحضور قد استفاد من هذه الورشة وأن يعمل على التطبيق الفعلي والعملي مباشرة. كما نشكر الحضور الكريم كل باسمه ولقبه، وأشكر زميلتي الرائعة المميزة الأستاذة خولة مريش صاحبة أو مؤسسة مجتمع فلسطين التعليمي التي رافقتني وقدمت ويسرت هذا اللقاء. فبارك الله بكم جميعا، بارك الله بجهودكم، وجعلها الله في ميزان حسناتكم. أستاذة خولة تفضلي. يعطيك العافية أستاذة شوقية، ويعطيك ألف عافية أستاذتنا أستاذة أنصاف، يعني ربنا يبارك فيك. وعن جد اللقاء كان مميز والله، إنه كان شيق وحلو، وحسينا حنا يعني رجعتينا بصراحة 20 سنة لورا، طلاب صغار بنركض ركض إنه نعبي لك الإجابة ونكون من المقدمة. أستاذة خولة، أنا كنت شعورة باليأس والإحباط لأني مش متعودة أن أكون مش بالصف ومش دائما في الصفوف الأولى، لأني ما دخلت معاكم الصف من البداية، كنت حاسة شوية بالحرج. إن شاء الله المرة الجاية ست إنصاف رح أشد حالي وتشاطر وأشارك معاكم إن شاء الله. الشعور أصعب يا أستاذة شوقية لما نجاوبي غلط. شوفوا كيف يعني لما بنفس الشعور الطالب شلون فعلا بدي ألحق بسرعة احط الخيار اللي انا حطيت على الف بدل ما احط على ذا. اي شوفي خلاص من رافع مع بعض يا استاذه عفاف. استاذه شوقيه استاذه عفاف، طب ما انا سفيره وميسره وعضوه الدعم اللوجستي في الأسبوع العربي للبرمجة، ولما عملوا الكوت لأني بدي أسرع كنت بدعس على الإجابة الخطأ من غير ما بقصد، والله السرعة يعني كتير قاتلة. صحيح، بس اللي متعود على أنه دايما يكون في المقدمة كتير بينقهر لما بتروح منه درجة، ولما نجيت أضيف الصورة ما نفعش، بعدت لك كيكة بنكهة الجغرافيا. شفتها كتير حلوة، الله يخليكي حبيبتي. الله يسعدك، عن جد سعدنا بيك وكلك، والله الليلة كانت ممتعة جدا 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 بصراحة. يعني ليلي مباركة، كلمة الشكر تعجز يعني عن وصف سعادتي فيك وكلك دون استثناء. والله هادية جازية كمان دايما اشتقنا لهم، طبعا إنصاف شوقية خولة الجميع دون استثناء، فتحي دكتور الأستاذ حسن، يعني عن جد ما شاء الله عليكم كلكم يعني رائعين جدا. أستاذ عفاف دائما إلك حضور وبصمة مميزة برضو، أهلا وسهلا فيك. الله يسعد لياكم يا رب إن شاء الله يا رب، زي ما جمعنا ربنا هيك على موائد العلم يجمعنا في المسجد الأقصى إن شاء الله وفي الكعبة والنهاية إن شاء الله. هذا الحلم يلا. الحقيقي يعني. والله أنا عازمكم على الأقصى ونفطر هناك ونتغدى ونصلي وندعي. أنا قبل يومين ثلاثة كنت، الحمد لله بفضل الله ربي مكنني، والحمد لله زرنا الأقصى ودعينا لكم لكل المسلمين، دعينا للأسرة والمسرة، والحمد لله انبسطنا جدا جدا جدا. أنا زرت المسجد الأقصى يمكن 20 مرة تقريبا، بس آخر مرة كنت في 2000، ولما كنت في 2016 في الخليل ما تمكنتش إني حتى أوصل الحرم الإبراهيمي. لا إن شاء الله رب يجمعنا قريب يا مس هادي إن شاء الله. بزعل الواحد خلونا مرة واحدة نوصل الأقصى، مرة إن شاء الله نوصل، وإن شاء الله مرة بس. يا رب يا رب يا رب يا رب إن شاء الله ربنا يجمعنا مرة إن شاء الله. يا رب إن شاء الله يا رب يجمعنا إن شاء الله يا رب. أستاذة خولة تفضلي. دائما الوقفة على الباب، دائما الوقفة على الباب بتاخذ أكثر من جلسة القعدة الضيافة كلها، فشكله أنت تأخذوا كمان تدريب تاني يعني راح يأخذ أخرى ساعة ما شاء الله عليكم. أستاذ خورة ذكرتيني بأمي الله يرحمها، يعني كانت بتحبش وقفة الباب، تقول لي حديد تنتين خربتين. طيب يعني عشان يا رب يعني عن جد ما تبع منكم فما بزبط برضه، لازم ننهي يعني ما فيش حل غير هيك طبعا. عشان هيك قبل ما ننهي لازم نسمع كلمة للأستاذة أنصاف، وبعدين إن شاء الله أنا ننهي اللقاء بإذن الله. قبل بدنا نعمل يوم هيك دردشة بدون محاضرات. والله حاضر حرتب لكم أنا وأستاذة خولة يوم دردشة. جلسة بدنا ننهي
بتكون نعم. سهرة رمضانية بالضبط. إن شاء الله بإذن الله خلاص ولا يهمكم خلاص حبيبتي إن شاء الله. تفضلي أستاذة إنصاف الكلمة معك تفضلي إنهي. والله أنا سعدت فيكم كتير كتير يعني في الكثير اللي بعرفهم وحسيت حالي في بيتي وفي أهلي مشان هيك كنت كتير مرتاحة في التدريب وكنت كتير سعيدة بالتدريب معكم والحمد لله إن شاء الله يكون التدريب نجح وإن شاء الله يا رب الكل يستعمل هيدي الأداة وبتمنى أني ما كنت ثقيلة ولا ما كنت مملة معكم وإن شاء الله في لقاءات قادمة وبتمنى عليك يا أستاذة شوقية في التنمية البشرية منشان هي كتير كتير بتعطي دافع للمعلم إنه بيحب طلابه وإنه يتفهمهم وإنه كمان يقرب منهم ويحس حاله مكانهم ليقدر إنه يسعدهم أكثر ليقدر إنه يوصل المعلومة أحسن وأفضل. والله يخليكم جميعا ويستر حالكم ويفضل أبهاتكم ويرحم الأموات وإن شاء الله آمين آمين. نكون عشرتنا لله إن شاء الله. هاي بعض الآراء يا أستاذة على اللي إن شاء الله رح أرسلك إياه. هيها ما شاء الله كلهم بيشكروا فيكي في التدريب رائع ومميز بارك الله فيكي وبشكرونا أنا ومس خولة كمان لأن رعينا هذا الحفل ونظمناه وهي بعد هاي شهادتك السفير وشهادة التقدير وإن شاء الله رح أضيف شهادة مس خولة بإذن الله وبعض شهادات الحضور فشكرا لك مرة أخرى أستاذة خولة المايك معك تفضلي. إن شاء الله ما شاء الله عليكم يعني ما شاء الله ما شاء الله يعني أنتم عن جد رائعون بكل ما بتحمل الكلمة من معنى فكلمة خاصة مني للأستاذة أنصاف نشكرك من أعماق قلوبنا على عطائك المميز وعلى أدائك كمان الرائع فأنا بحب كلمة دائما أحكيها وأحكي أقول إنه شو ما إحنا شكرنا إحنا مقصرين شو ما إحنا حكينا من كلمات جميلة بحقك برضو إحنا مقصرين ولكن فقط رب العالمين هو إن شاء الله من يكرمك ويكرم والديك اللي هو طبعا أنجب لنا مدربة عبقرية ما شاء الله متميزة فصدقا كل ما أنت بتقومي فيه بإذن الله تعالى رح يكون في رصيده في يوم القيامة فنشكرك وجزاك الله خيرا وبارك الله فيك وأنت يعني تونسية فلسطينية فأكيد رح نشوفك بإذن الله تعالى بلقاءات تانية يا أستاذتنا وكمان ما ننسى القائد الأسطوري الأستاذة شوقية فصدقا أستاذة شوقية لك مني كل الحب والاحترام والتقدير وأنت رائعة ومميزة وما شاء الله عنك وأشكر طبعا كل أهل تونس بدون استثناء الأستاذة جازية والأستاذة هادية وبعدين نشكر الأستاذ عفاف والأستاذ فتحي واللي أنا مش حابب أنسى حدا فكلهم عن جد ما شاء الله عنهم بارك الله فيكم وجزاكم ربي كل الخير إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك صديقتي الرائعة المميزة أنا مميزة بوجودي بينكم أتميز لأنني معكم ودائما إن شاء الله قلوبنا مع بعض دائما إن شاء الله نرفع راية العلم وراية الدين إن شاء الله لنفيد أكبر عدد ممكن من أبناء جلدتنا بإذن الله. بارك الله بكم شكرا لكم جميعا وتصبحون على ألف ألف خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.